منتخبنا الأولمبي إلى الدور الثالث نحو التأهل لكأس الأمم الأفريقية بفوز منطقي ولكنه غير مقنع على إسواتي. تعادل سلبي ذهابا فوز ايابا بهدف لاسامه فيصل، الزور الاول لميكالي في نجاح للمنتخب الاولمبي. محتاجين الفتره اللي جايه انسجام اكتر وتحفيز طريقه اللعب من المدرب للاعبين واستغلال الفرص السهله. منطقي ان احنا ما نشوفش كل حاجه حلوه في البدايات، بس الاهم ان اللي جاي يكون احسن، علشان اكيد الهدف مش مجرد تخطي التصفيات او حتى الفوز بالبطوله الافريقيه. احنا احلامنا اكتر من كده بكتير، اكتر من كده بكتير. احنا احلامنا توصل لما بعد الوصول للأولمبياد إن شاء الله، الفوز بالأولمبياد. يا اهلا بحضراتكم، حلقه جديده من رقم 10. النهارده منتخبنا الاولمبي بيفوز على منتخب اسواتيني 1-0 ايابا بعد التعادل سلبيا ذهابا. هدف لاسامه فيصل جه في الدقيقه 70، هدف تاخر شويه وفوز يمكن كان فوز فقير شويه. منتخب مصر افضل في كل شيء، منتخب مصر اللي كان مسيطر، منتخب مصر اللي كان بيضيع الفرص، منتخب مصر كان يقدر يكسب باكتر من كده قدام منتخب ضعيف جدا جدا. منتخب مصر كان ممكن يعمل كتير النهارده، بس دي البدايات مفهومه. مدير فني جديد، حتى المنتخب ده تكوينه جديد، فما تتفاجئش قوي او تستغرب قوي المستوى بتاعنا اللي كان فيه بعض الاخطاء او بعض اضاعه الفرص السهله. كل ده مع الوقت، مع المباريات، مع الممارسه، مع انك تعمل تجميعات كتيره هتقدر توصل. انا فاكر منتخب الكابتن شوقي غريب المنتخب الاخير قبل ما نوصل لكاس الامم الافريقيه كنا لعبنا عدد كبير من المباريات الوديه. قبل ما نوصل كاس الامم الافريقيه كان في لعيبه كتير بتشارك بشكل اساسي مع فرقها، فعشان كده كسبنا كاس الامم الافريقيه وصلنا للاولمبيات وصلنا للدور اللي بعد الدور المجموعات حتى الخروج من المنتخب البرازيلي. ده عشان كان في استعداد وتجمعات وكانوا اللاعبين بيشاركوا بشكل اساسي مع منتخبات بلادهم. لكن هذا المنتخب، المنتخب الحالي مع روجيرو ميكالي المدير الفني البرازيلي الفائز مع المنتخب البرازيلي ببطولة أو أولمبيات ريو دي جانيرو في 2016، محتاج وقت. ليه محتاج وقت؟ النهاردة بعد المباراة سألت نفسي سؤال، هو كم لاعب من اللي بيشاركوا مع المنتخب الأولمبي ده بيشارك مع فريقه بشكل أساسي؟ لقيت رقم صادم صادم، عشان تعذروا المدرب النهاردة، صادم صادم. تعال بص النهارده اللي شاركوا: حمزه علاء مع النادي الاهلي 0، ما شاركش في ولا مباراه. تعالوا نشوف اهو الارقام معانا. حمزه علاء لا مشاركات مع النادي الاهلي، احمد عيد لا مشاركات مع ايه، بتكلم عن الموسم الحالي. محمد طارق شارك في مباراه واحده في الدور التمهيدي في دوري ابطال افريقيا مع نادي الزمالك. محمد مغربي 0، محمد اشرف لم يشارك، احمد نبيل كوكا لم يشارك، العربي بدر مع طلائع الجيش لم يشارك. كل دول بيلعبوا النهارده السين وما شاركوش مع فرقهم. محمود صابر بيراميدز 3 مباريات الموسم ده، حلو. مصطفى سعد من الاهلي ولا مباراه. عماد ميهوب في انبي مباراه واحده. اسامه فيصل مع البنك الاهلي مباراه واحده وشارك فيها كبديل.
عبد الرحمن عاطف مع غازي المحله مباراتين. طبعا حسام عبد المجيد اكتر اللاعبين مشاركه هو مع الزمالك 5 مباريات، عبد الغني محمد مع الاتحاد بلا مباريات، زياد كمال مع انبي بلا مباريات، رافت خليل مع الاهلي بلا مباريات، دول اللي شاركوا كبدلاء النهارده. فانت متخيل طبعا اصل الناس وهي بتتفرج على النهارده على المباراه بدات الاصوات اللي هو جايبين مدير فني اجنبي ليه يعني، ما هو الاداء مش حلو، جايبين مدير فني برازيلي وهنعمل ما فين الاداء البرازيلي بقى وفين الشغل العظيم، احنا كده هنخرج من زامبيا في الدور القادم اللي هو المرحله الاخيره قبل الوصول لكاس الامم الافريقيه، المنتخب ده مش كويس. لا المنتخب ده كويس، واللعيبه اللي قلت اسمائها دي مواهب وامكانيات كبيره ونقدر نعمل منتخب محترم، احنا بس محتاجين شويه من اتحاد الكره. انا بتكلم بقى بصوت المنتخب الاولمبي او الجهاز الفني للمنتخب الاولمبي، اديني معسكرات، اديني مباريات وديه، ادام اللعيبه دي ما بتشاركش مع فرقها اديني مباريات وديه. وبصراحه شديده انا فتحت الفايل ده، انا عارف النهارده ما حدش هيتكلم في القصه دي خالص، وقلت هفتحها مع حضراتكم عشان بحب اسبق يعني قبل ما نيجي نلعب مع زامبيا في مارس ولا قدر الله يحصل حاجه فيقول لك ايه ما حدش نصح وما حدش قال، بنقول اهو وان شاء الله هنكسب زامبيا وان شاء الله هنوصل لكاس الامم الافريقيه، واحلامنا وطموحنا اكتر من كده بكتير، زي ما قلت لكم نوصل الاولمبيات ونكسب كمان الاولمبيات، ليه لا؟ بس عشان ده يحصل اديني معسكرات، ما اللعيبه دي ما بتلعبش مع فرقها. وبصراحه بقى الفرق ما تجيش تقول لك لا انا مش هديك اللعيبه بتاعتي، ما انت ما بتلعبهاش، ما انت لا بترحم ولا بتسيب رحمه ربنا تنزل. انا بتكلم على كل الفرق، كل الانديه من الاول للاخر، ما ينفعش يكون اللعيبه دي ما بتشاركش معاك وتقول لا لا مش هنديها للمنتخب الاولمبي، لا لا اصل دي مش في الاجنده الدوليه، لا 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 اصل الفيفا ما بيلزمنيش ان انا اديهم للمنتخب الاولمبي. ماشي حقك، بس لو بتستخدمهم لو بتلعبهم، ما بتلعبهمش يبقى سيبهم للمنتخب نستفيد منهم كبلد كمنتخب بلد، ما تبقاش الحكايه انه حقي، لا مش حقك وخلاص يعني، مش عشان هو حقك تتعسف. فاللعيبه دي محتاجه معسكرات عشان المدرب بقى يبدا يحفظهم، يبدا يرجعهم بدنيا، يبدا يخليهم يشاركوا مع بعض، يبدا يشوفهم مع النهارده كان واضح جدا انه مفيش انسجام، في حركه وفي روح وفي جري كتير بس مفيش انسجام، مفيش تربيطه كده في الفرقه. ده هيحصل بالمعسكرات ويحصل بالمباريات الوديه قبل ما نخش في منافسات قويه ومنافسات رسميه. اللعيبه اللي انا قلتها النهارده دي ما بتشاركش مع انديتها، احنا بنتكلم في 80% او اكتر من قوام المنتخب الاولمبي ما بيشاركوش مع فرقهم، عكس تماما المنتخب اللي كان مع شوقي غريب على سبيل المثال وليس الحصر. مصطفى محمد كان بيشارك مع الزمالك، رمضان صبحي كان بيشارك اساسي مع النادي الاهلي، عبد الرحمن مجدي كان بيشارك اساسي مع الاسماعيلي اللي بفتكرهم، صلاح محسن كان وقتها مع الاهلي على ما اتذكر، كان مع النادي الاهلي. تعالى في خط الدفاع احمد رمضان بيكهام كان اساسي، هتتكلم على اسامه جلال كان اساسي، احمد فتوح كان اساسي، انا بفتكر كريم العراقي كان اساسي، اكرم توفيق كان اساسي، غنام محمد كان اساسي مع الانتاج. كل اللاعبين اللي كانوا في المنتخب الاولمبي وقت الكابتن شوقي غريب كانوا لعيبه اساسيين مع فرقهم، فالمنتخب ظهر بشكل كويس. دلوقتي في جرس انذار، جرس انذار مش هقول خطورة ما، بس جرس، الجرس ده ناخد بالنا منه وهو بيرن كده ونعمل حسابنا عشان ما نصحاش فجأة نقول ايه ده ايه ده ايه ده، المنتخب ازاي ظهر بشكل وحش كده، ايه ده المدرب الاجنبي ده طلع مدرب مش كويس. لا ما هو المدرب الكويس ده عايز لعيبة جاهزة، عايز لعيبة جاهزة، او هو اللي يجهزهم، عشان يجهزهم يبقى في معسكرات وفي مباريات ودية. لكن اللي هنعمل كده يعني اللعيبة مش هتشارك مع انديتها ولا هنعمل لهم معسكرات ومستنيين نتائج جيده، مستحيل ده يحصل. انا بتكلم على المستقبل، عدينا المرحله دي، مليون مبروك لمنتخبنا الاولمبي، نفرح وننبسط. المرحله الاخيره قبل كاس الامم الافريقيه في شهر مارس قدام المنتخب الزامبي، ان شاء الله نعديها برضه. بس المهم واحنا شايفين واحنا في المكسب واحنا مبسوطين بالمكسب نعرف ايه اللي ناقص عندنا ونشتغل عليه ببساطه شديده. طيب تعالوا نروح لاخبارنا النهارده. اتحاد الكره تلقى اعتذارا من جانب نظيره المنتخب الكويتي عن عدم إقامة المباراة الودية بين منتخبي مصر والكويت في شهر نوفمبر المقبل على هامش معسكر الفراعنة بالكويت لمواجهة منتخب بلجيكا يوم 18 من نفس الشهر. الاتحاد الكويتي يعني اعتذر
بحسب معلوماتنا يعني لعدم جاهزية منتخب الكويت فنان قبل مواجهة المنتخب المصري. المنتخب الكويتي بيمر بمرحلة من الإحلال والتجديد ومش عايز يواجه المنتخب المصري اللي في نظره طبعا وأكيد منتخب مصر هو منتخب قوي وكبير، مش عايز يواجهه في المرحلة اللي بيجدد فيها منتخبه ديت. عشان كده وليد عطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة موجود حاليا في الكويت بيحاول يقرب وجهات النظر، بيحاول يقنع المنتخب الكويتي أو الاتحاد الكويتي بإقامة المباراة اللي طالبها روي فيتوريا عشان تكون مباراة استعداد لمباراة بلجيكا. يعني عايز هو يتدرج بالمباريات، مباراة سهلة للمنتخب الكويتي وبعد كده مباراة قوية جدا قدام المنتخب البلجيكي، وأقصد بسهلة أن هي أقل طبعا من مواجهة المنتخب البلجيكي، وإن كان طبعا منتخب الكويت دائما وأبدا من المنتخبات قوية جدا في قارة آسيا المنتخبات العربية الكبيرة. طيب كمان في اتحاد الكرة مصدر قال لنا في رقم 10 ان مجدي الشيخ مراقب مباراه النادي الاهلي والزمالك في السوبر المصري، يعني ما كتبش في تقريره واقعه محمود عبد الرازق شيكابالا وحسين الشحات. حضراتكم شفتوا فيديوهات، كان في فيديوهات كتيره النهارده منتشره على السوشيال ميديا وفي تراشق بين شيكابالا ولاعب على الدكه، الصوره من على الدكه مش باينه بس هو احنا اللي عرفناه بعد كده ان هو حسين الشحات. التراشق المتبادل ده الراجل المراقب ما كتبوش في تقاريره، وبالتالي غالبا مش هيحصل اي عقوبات لا على شيكابالا ولا على حسين الشحات. لو كان اخطا حسين الشحات، عشان احنا الفيديوهات المسربه كان فيها شيكابالا، فهتيجي تقول لي يعني هو انت كده بتبرأ حسين الشحات؟ ما اعرفش، ما شفتش. وعلى فكره انا الفيديوهات المسربه دي ما شفتش برده شيكابالا بيقول ايه، انا شايف واحد بيتعصب وبيشاور بس، لكن انا ما اعرفش برده كان بيقول ايه، ما اعرفش. كل ده المفروض مراقب هو اللي يكتبه في تقاريره، احنا بنشوف فيديوهات ما فيش صوت طالع. المراقب اللي بيبقى قريب وهو اللي عارف اللي حصل، فالمراقب شاف انه الموضوع كان عادي، مناوشات ممكن تكون بتحصل في الملعب، شافها انها ما فيهاش اساءه، الله اعلم ما اعرفش. بس المعلومه اللي بقولها لحضراتكم ان المراقب ما كتبش حاجه في تقريره، وبالتالي ما تستنوش عقوبات على لاعبين بخصوص هذه الواقعه. بس حبيت اقول لحضراتكم هذه المعلومه. طيب احمد فتوح عمل اشعه على قدمه في الساعات اللي فاتت اثبتت اصابته بشرخ في عظمه وجه القدم، عنده شرخ في القدم. اللاعب هيخضع لعمليه جراحيه او مش عمليه عفوا، هيبقى هيتحط في جبس لمده اسبوعين، الاسبوعين دول بعدها هينزل هو مرحله التاهيل ويشارك مباشره في تدريبات نادي الزمالك. غياب مؤثر جدا لاحمد فتوح، ومحمد عبد الشافي كمان عنده مشكله في عنده اصابه برضه محمد عبد الشافي. عبد الله جمعه بحسب جوزوالدو فيريرا لسه مش جاهز فنيا للمشاركه، فالجبهه اليسرى في نادي الزمالك فيها ازمه قبل مباراه انبي. احمد فتوح ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعه مش جاهزين، هو اعتمد على عمر جابر في مباراه النادي الاهلي، ووارد جدا انه يعتمد عليه مره اخرى في مباراه انبي. عمر جابر بيجيد اللعب في الناحيه اليسرى. طيب مصدر كمان داخل نادي الزمالك قال لنا في رقم 10 النادي بدأ التحرك الفعلي لضم مهاجم في شهر يناير القادم. نادي الزمالك حاطط قدامه أكثر من خيار، أول خيارات ضم مهاجم مصري، وثاني الخيارات ضم مهاجم أجنبي تحت السن، والخيار الثاني يعني الزمالك بدأ يبص على أكثر من مهاجم خارج مصر حاليا تحت السن، ولو ما لقاش مهاجم تحت السن اجنبي كويس وما لقاش مهاجم مصري كويس ممكن يلجا ان هو يبحث عن مهاجم اجنبي فوق السن، حتى لو هيستغنى عن احد لاعبيه الاجانب في الفريق في الوقت الحالي. طيب واحد من اشهر المدربين اللي جم في القاره الافريقيه له انجازات عديده وله بصمات كثيره مع منتخبات وفرق سواء أوروبية أو أفريقية، اسم كبير في تاريخ التدريب، هو المدرب الألماني وينفرد شيفر المدير الفني الأسبق لمنتخب الكاميرون، عرفناه طبعا مع المنتخب الكاميروني. يا فندم صباح الخير، مشرفنا ومنورنا. تحياتي القاهرة، مساء الخير للقاهرة وليكم جميعا. دايما بنسعد بيك في التواجد على تلفزيون المصري، نحب دايما نعرف اخبارك. الشعب المصري والجماهير المصريه تعرفك جيدا سواء مع الفرق الافريقيه او مع الفرق اللي اشتغلت معها اوروبيا.
Ich habe oft schon ein Interview gegeben, gerade mit Ägypten habe ich eine sehr gute Erfahrung. أنا كانت ليا بعض التجارب الجيدة جدا مع القارة الإفريقية ومع مصر أيضا. طيب قبل ما أسألك على ما سبق في الماضي أسألك على المستقبل، في رأيك كأس العالم القادم حظوظ المنتخبات فيه أبرز الأسماء المرشحة للفوز بكأس العالم، في وجهة نظرك هي أكثر المفاجآت أو المنتخبات اللي ممكن تحقق مفاجآت في كأس العالم القادم؟ Erstmal bin ich traurig, dass Ägypten es nicht geschafft hat. في البداية أنا شديد التعاسة لأن المنتخب المصري لم يستطع الوصول إلى كأس العالم. Sie haben ja schon im Arabi Cup in Katar nicht gut gespielt. للأسف شديد لم تتقدم المنتخب المصري من تقديم أداء الأداء المتوقع في المباراة الخاصة بالتصفيات. برغم أن مصر تتمتع بتاريخ قوي في كرة القدم على مستوى القارة الإفريقية، من المؤكد البرازيل والأرجنتين وفرنسا هي المنتخبات التي أضعها ورشحها بقوة لتنافس على اللقب. ولم تضع المنتخب الألماني ضمن المرشحين؟ للأسف شديد لا أرشحها بقوة. لأن منتخب بايرن ميونخ هو الذي يضم العدد الأكبر من اللاعبين، والمنتخب الألماني حاليا يضم عدد كبير من اللاعبين الأجانب من أندية مختلفة، مونشنغلادباخ وغيرها. لدينا 34 لاعبا فرنسيا في مباريات الدوري الالماني، وبالتالي لا اظن ان المنتخب الالماني سوف ينافس بقوه. مين اكثر المنتخبات الافريقيه اللي انت شايف انها ممكن تعمل شيء جيد في كاس العالم القادم؟ كاميرون اتمنى. تم تأسيس المنتخب وتم إعداد المنتخب الكاميروني إعدادا جيدا في الفترة السابقة. صامويل إيتو صديقي استطاع أن يحقق. أعتقد أن اللاعبين الذين لعبوا معي والذين ضربتهم في سنة 2002 وأظن أنهم سيحققون، أرشحهم بقوة وأتمنى لهم كل التوفيق، وأرشح المنتخب الكاميروني بقوة للمنافسة في مباريات كأس العالم القادمة. المنتخب المصري قلت انه كان او انت حزين ان هو لم يصعد لكأس العالم، هل شاهدت المباراة الأخيرة في التصفيات النهائية أمام المنتخب السنغالي مع المنتخب المصري؟ للأسف لم أستطع مشاهدة هذه المباراة الأخيرة، ولكني سمعت كثيرا عنها. و أعتقد أنهم كانوا يستطيعون أن يؤدوا أداء أفضل أمام المنتخب السنغالي، ولكن لدينا لاعبون على مستوى عالي جدا إلى جانب محمد صلاح طبعا، ولكن النقطة الأساسية ولكن البيت القصيد أو ما نوده دائما هو مواصلة تدريب هؤلاء اللاعبين الذين يتمتعون بالمهارة عالية، ولكنهم يحتاجون مزيدا من التدريب ومزيدا من المباريات الدولية والعالمية لاكتساب مزيد من الخبرات. هل عرض عليك في وقت من الأوقات تدريب منتخب مصر الأول أو تدريب أحد الفرق المصرية؟ لم أتلقى عروضا بتدريب المنتخب القومي المصري، ولكن الوكلاء الذين اتصلوا بي لم يعرضوا علي عروضا، لم يقدموا الي عروضا بخصوص تدريب المنتخب المصري.
ولكني تلقيت عرضا مهما لتدريب النادي الأهلي قبل بضع سنوات في سنة 1983 في نادي جلوبخ، لعبت في مصر ضد نادي الزمالك، ومنذ هذا التوقيت منذ سنة 1983 كنت حينما كنت لاعبا حببت مصر، ومنذ بضع سنوات تلقيت كما قلت لكم عرضا بتدريب النادي الأهلي. كان هذا عبر الإيميل، ولكنهم قاموا باختيار مدرب آخر، ولكنه تم إنهاء عقده بعد فترة ما. أهم ما يهمني في المقام الأول هو تطوير الفلسفة الخاصة بكل نادي ومواصلة تدريب اللاعبين في قوام وفي شكل يمكنهم من فهم فلسفة النادي. في على سبيل المثال كما يحدث في نادي الزمالك، وقد للأسف الشديد المباراة الأخيرة التي سمعت عنها أن المستوى لم يكن يناسب التوقعات فيما يخص الأندية المحلية وخاصة نادي الأهلي والزمالك. كان امتى بالضبط مفاوضاتك مع النادي الأهلي؟ كان عام كام مفاوضاتك مع النادي الأهلي؟ ولماذا تعثرت المفاوضات وقتها؟ هل كان من جانبك أم من جانب النادي الأهلي؟ وكان رئيس النادي الأهلي كان رجلا شديد دمافة الأخلاق ورجلا مهذبا للغاية، تواصل معي تليفونيا وتحدثنا بخصوص بعض التفاصيل، ولكن الموضوع كان متصل بالتفاصيل المادية. ولكني أحب هذه البلاد، أحب مصر، ولي رغبة قوية، ولو جاءت الفرصة للتدريب أو للعمل فيها سوف أنتهز هذه الفرصة. Den ägyptischen Fußball mit, die hatten einen wunderbaren Nationaltrainer, ich habe den Namen leider nicht mehr im Kopf. هناك قد عرفت لاعبا ولكني لا أذكر الاسم حاليا، لاعبا على مستوى عالي جدا من المهارة والخبرة ولكني لا أستطيع تذكر الاسم حاليا. ولكن قبل سنوات كانت رقم مصر رقم واحد في القارة الإفريقية، وأتمنى أن أعود ذلك قريبا. عظيم. طيب، في الفترة القادمة احنا نتحدث عن لاعبين مصريين بدأوا يتوافدون على الدوري الألماني، أبرزهم طبعا عمر مرموش. رأيك في المستوى اللي بيقدمه عمر مرموش في الفترة الحالية في الدوري الألماني تحديدا مع فولفسبورج دلوقتي؟ أعتقد أن أحدهم يلعب في نادي فولفسبورج، ولكن لا أذكر الاسم. وفولفسبورج هو نادي ليس من الأندية المهمة والأندية القوية في الدوري الألماني. وقد مر على هذا اللاعب حوالي 4 مدربين، مدرب سويسري وآخر من كرواتيا. من الصعوبة ما كان عندما يكون المترجم، عندما يكون اللاعب أجنبيا، أن ينسجم مع هذا النادي، لا سيما إذا كان المدربين أيضا من دول أجنبية وليسوا ألمانا. عايز أسألك على موضوع شائك حاليا في العالم كله، وهو مستوى ليفربول في الفترة الأخيرة وتراجعه كثيرا في الدوري الإنجليزي، مستوى ليفربول في الدوري الإنجليزي. في رأيك إيه هو سبب تراجع مستوى ليفربول مع المدير الفني الألماني يورجن كلوب ونداءات برحيل المدير الفني الألماني عن الفريق الإنجليزي؟ يا
Ja, es ist schwer zu sagen. Einmal ist, glaube ich, dass هذا موضوع شائك كما قلت. أعتقد أن نادي ليفربول هناك لاعب مهم جدا يلعب في هذا النادي إلى جانب محمد صلاح. أعتقد أن النادي المشكلة الأساسية في نادي ليفربول وهي المشكلة المفاجئة أنه لعب ضد نادي مانشستر سيتي وأن هذا نادي نادي مانشستر سيتي ينفق عليه بكميات بأموال طائلة بمليارات ومن ثم فيمكننا القول أن الجانب المادي هو الجانب المؤثر في هذه النقطة أن نادي مانشستر سيتي والأندية الأخرى ينفق عليها إنفاقا أكثر مما ينفق على نادي ليفربول ولكن استطاعت هذه الأندية أيضا التراوح ما بين الوصول إلى قمة الدوري الإنجليزي والهبوط. حاليا لا يوجد نظام قوي داخل نادي ليفربول لأن أنه يتم التدخل سريعا أن المدرب نادي ليفربول يتدخل بشكل قوي في كافة التفاصيل في طريقة عبد صلاح وماني على سبيل المثال وأن هذه التدخلات في بعض الأحيان لا تؤدي الغرض منها. طيب على ضوء خبراتك الأفريقية الكبيرة لو سألتك ترتب أول ثلاث لاعبين أفارقة على مدار التاريخ ما بين محمد صلاح سامويل إيتو ديدي دروجبا ترتبهم إزاي من واحد لثلاثة؟ من الصعوبة أن أقول ذلك ولكن أنت تعرف أن إيتو حاليا لعب عد 10 سنوات خارج بالخارج في قطر وقد عرفته لمدة 18 سنة كان لاعبا جيدا وتمتع بمهارات عالية ومن ثم فإنه من الصعوبة مكان ترتيب اللاعبين ولكني أتمنى لما ذكرتم الأسماء أن يعني يواصلوا التقدم والرقي ولكن صلاح على سبيل المثال قد تعرفت عليه في لندن قد دعا رأيته في مباريتين وقد أظهر صلاح مهارات عالية أظهر مهارات بطولية ونادرة ولكن من الصعوبة جدا أن أستطيع أن ترتيب وضع ترتيب للاعبين الذين ذكرتهم من الأفضل بينهم أو دروجبا على سبيل المثال لأنه مسألة شديدة الصعوبة ترتيب اللاعبين نظرا لتباين المراكز الذين يلعبونها ما يزال محمد صلاح هو على درجة عالية بالغاية على مستوى العالم لدى محمد صلاح لدى مصر أن تنتج لاعبين على مستوى صلاح يكون لدينا صلاح رقم 2 ورقم 3 ورقم 4 وهؤلاء يستطيعون أن يضعوا مصر في قمة الصدارة. واجهت مصر في أكثر من مناسبة، إيه أكثر مواجهة تفتكرها أمام المنتخب الوطني المصري؟ كاميرون لعبت في أحد المرات في مالي وفي الإسكندرية وقد خسرت فيها وأظن أيضا في لعبنا في تونس أحد المرات وفي مرة أخرى مع الفريق الأمريكي لكن للأسف لا أستطيع أن أتذكر كل شيء ولا أستطيع أن أتذكر اسم المدرب الذي لعبت ضده
Afrika gemacht hat. Ich glaube, der ist später in die Türkei gegangen. Ich weiß gar nicht. Für أحد المرات لعبنا في تركيا. Ich habe immer den Fußball verfolgt in Ägypten. ولكن على أي أحوال كانت المباريات التي لعبتها ضد مصر كانت تتسم بالمتعة العالية واستمتعت بها كثيرا سواء في المكسب أو الخسارة. هل تتذكر اللاعبين بأعينهم أسماء لاعبين مصريين واجهتهم كنت معجب بيهم؟ Kopfballspieler. Oh ja, ja, es ist schwer. Es haben ja zwei in Al-Ali Dubai gespielt, die dann geholt wurden, aber den Namen. لاعبين للأسف شديد لا أستطيع تذكر الأسماء حاليا ولكن هناك لاعبين رأيتهما في دبي. Es waren Spieler, die nicht nur Fußball gespielt haben, sondern geliebt haben. Vielleicht. للأسف الشديد أستطيع أن أتذكر النام على الأسماء على وجه الدقة ولكني هناك لاعبين استطاع تأدية مباريات على درجة عالية من الجودة ولكن ما يهمني هو أن أقول لكم الرسالة التي أريد أن أوجهها أن المهارات التي تمتلكها مصر في مجال كرة القدم يجب العمل عليها وتطويرها فالمدرب الجديد للمنتخب القومي المدير الفني الجديد للمنتخب القومي المصري مدرب واعد ويجب أن يعطي مزيدا من الثقة يولي مزيدا من الثقة للاعبين وعليه عليه أن يرعى اللاعبين المصريين ويبحث ويصل البحث عن مزيد من المواهب الشابة في الأندية المحلية والأندية الإقليمية وتطويرهم والأخذ بيدهم وأعتقد أن هذه المهمة العظيمة والمهمة الكبرى الملقاة على عاتق أي مدرب للمنتخب هو اكتشاف المواهب وتقديمها ودعمها أنا لا أعرف مدرب حالي مدربة شخصية ولكن عليه أن عملية التدريب عليه أن يولي عملية التدريب أهمية فيما يتصل برعاية المواهب الشابة وعليه أن أيضا من ضمن التقنيات التي يمكن استخدامها هو إجراء مرتين أو ثلاثة مقابلات مع مدربين عالميين وعقد اجتماعات لمعرفة أحدث الاتجاهات في مجال التدريب واجب أن يضم ذلك داخل إطار المنتخب القومي. هانفريد شيفر المدير الفني الألماني أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة القيمة الرائعة نسعد دائما بوجودك معنا على التلفزيون المصري برنامج رقم 10. علي أن أشكركم أتقدم لكم بخالص الشكر أيضا وأتمنى لكم وأستطيع ربما تسنح الفرصة لأن أمر بمصر وأن أزور مصر أتمنى لكم أفضل الأمنيات أعتقد أننا يمكن استغلال الأربع سنوات القادمة لإعداد المنتخب المصري إعدادا أفضل للتأهل لكأس العالم في دورته القادمة أتمنى لكم حظا سعيدا وخالص الشكر أشكرك شكرا جزيلا مدير الفني الألماني هانفريد شيفر المدير الفني الأسبق للمنتخب الألماني وعدد من الفرق الألمانية والأفريقية اسم كبير جدا هو بيحب مصر وعايز يشتغل في مصر شكله باين يعني من كلامه بيحب مصر جدا وشكله عايز يشتغل في مصر سواء مع منتخب أو مع نادي هو اسم يليق طبعا أنه يشتغل مع المنتخب أو مع فرق طيب معنا عبر الهاتف الآن الكابتن الكبير كابتن وائل رياض المدرب العام للمنتخب الأولمبي يا كابتن وائل مليون مبروك الفوز النهاردة والتأهل للمرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية أهلا بيك أهلا بيك كريم ربنا يخليك وألف مبروك للشعب المصري كله وللإعلام الرياضي ولينا كلنا يعني خطوة حلوة خطوة أولى موفقة جدا الحمد لله الصعود إلى المرحلة الثالثة قد تبدو للناس انها سهله بكون ان اسم اسواتيني مش منتخب كبير بس انا متفاهم جدا ان تجميعه المنتخب ده مش تجميعه سهله مدير فني جديد طبعا الامور ما كانتش سهله بكل تاكيد
بس هو يعني انت يعني سألت السؤال وجاوبت في نفس الوقت. الموضوع مش في اسم اسواتيني او مش في صعوبه منتخب اسواتيني، وبالرغم ان انا برضو عندي تحفظات على الكلام ده لان هشرح لك فنيا اسواتيني بتعمل ايه وشكلها عامل ازاي، انما الصعوبه كلها بتيجي في ان المنتخب اتجمع في وقت قليل جدا وقريب جدا وجهاز فني جديد بقياده البرازيلي ميكالي. فانت بتتكلم في ناس اشتغلنا بدانا الشغل 15/8 الشغل الفعلي كجهاز، انما الشغل المعسكرات عملنا معسكرين، واحد في اول 9 وواحد في نص 9، عملنا ماتشين وديين مع بنين ولعبنا مباراه رسميه مع اسواتيني الاسبوع اللي فات والنهارده مباراه العوده. فانت بتتكلم في شهر تقريبا هو ده عمر المنتخب الاولمبي الفعلي. فدي الصعوبه بتيجي من هنا، لعيبه بتتجمع بتلعب مع بعضها لأول مرة، في ناس كتير ما لعبتش مع بعض قبل كده، ما لعبوش ماتشات رسمية قبل كده خالص، ده أول ماتش رسمي لعبوه هو إسواتيني في إسواتيني، لأن كان عندهم بطولة أفريقيا للشباب لو تفتكر وما لعبوش البطولة نظرا لتعرضهم كلهم لإصابة كورونا. فأنت بتتكلم في منتخب مر بظروف صعبة جدا وحظه سيء جدا وظروف قاسية من ساعة ما كان منتخب شباب مش منتخب أولمبي بس. صح. فأنت فكون إن أنت دلوقتي إحنا كنا بنلعب بشعار النتيجة أهم من الأداء، يعني إحنا محتاجين إن نصعد، محتاجين إن إحنا نشم نفسنا شوية لأن الأجندة اللي جاية أو المباراة اللي جاية مع زامبيا هتبقى في شهر 3. فأنت عندك متسع من الوقت تبدأ تتفرج على إفرازات للدوري الجديد، ممكن للدوري العام ممكن يطلع لك لعيبة جديدة منه، دوري الدرجة الثانية ناويين نتابعه بشكل كبير. فبدأنا إن إحنا أو هنبدأ إن إحنا إن شاء الله نشم نفسنا بشكل كويس أوي. طيب كابتن وائل، أنا دخلت النهاردة الحلقة وقلت حاجة مش عارف، أنا بالنسبة لي كانت مهمة إن إحنا نسبق بيها، يعني إن النهاردة عدد كبير تقريبا 80% أو 85% من قوام المنتخب اللي شارك النهاردة هم لاعبين لم يشاركوا في هذا الموسم مع أنديتهم، وبالتالي أنتوا محتاجين دايما معسكرات، محتاجين دايما مباريات ودية، محتاجين شغل أنتوا تشتغلوا مع اللعيبة دي من الصفر، ما يبقاش بس معتمد على لاعبين بتشارك مع أنديتها، عشان معظم اللاعبين واضح جدا إن هي ما بتشاركش مع أنديتها بشكل أساسي. لا ده يعني ده كلام مهم جدا وكلام منطقي جدا وكلام واقعي، يعني احنا فعلا في نسبه كبيره جدا من اللعيبه لم تشارك مع انديتها، فبالتبعيه المنتخب بيتعرض لمشاكل فنيه وبدنيه نتيجه ان اللعيبه دي ما بتشاركش مع الانديه بتاعتها بشكل كبير. وطبعا كمان حتى الدوري بتاع دوري الجمهوريه مواليد 2001 اللعيب اللي بيلعب فوق او بيتمرن فوق مع الفريست تيم مش عايز اقول لك ان هو المدرب بتاعه لا بيلعبه فوق ولا بيخليه ينزل حتى يلعب في دوري الجمهوريه، يعني ما بيستفدش من الاحتكاك بتاع المباريات الرسميه. فطبعا الكلام انت بتقوله كلام واقعي جدا، فانما ان احنا محتاجين معسكرات ومحتاجين مباريات وديه ومحتاجين شغل. طبعا يعني التوقف اللي جاي ده كابتن وائل في معسكر للمنتخب الاولمبي ولا لا؟ في التوقف بتاع نوفمبر ان شاء الله في اجنده دوليه هيبقى في ان شاء الله معسكر. في معسكر في مباريات وديه؟ لسه لم يتم الاتفاق عليها لغايه دلوقتي، انما عمل مباراه وديه ونشوف الدنيا فيها ايه، لان هي دي الاجنده الوحيده الاخيره اللي قبل شهر 3، ما عندناش اجنده ثانيه خالص. طيب في بدايه كلامك قلت لي ان اسواتيني فنيا هتتكلم عنها ان هو ما كانش منتخب يعني اسواتيني سهل. للامانه يعني فنيا في الملعب اعلى من اسمهم، يعني اسمهم الناس تقول ايه اسواتيني او مش موجود على الخريطه اصلا كرويا وكده، انما لا فنيا في حاجه بتتعمل وفي فرقه منظمه نوعا ما، في فرقه بتدافع بشكل مكثف وبتلعب على الكونتر اتاك او بتلعب على الهجم المرتده بشكل كبير، فكل الكلام دوت يخليك ان انت تحترم الكره الافريقيه الجديده او الفرق الافريقيه الجديده اللي بتبدا تطلع، بيعملوا شغل كويس وبيشتغلوا بشكل قوي جدا، انما طبعا اسم مصر في الاخر كان ليه الغلبه، انما ما حدش يستهون بعد كده، لان لو تفتكر يا كريم قبل كده السنغال كانت ايه؟ ما كنا بنقول ايه السنغال ده؟ يعني في فرق كتير كنا بنستغرب من اسمها، انما بعد كده اثبتت جداره في الكره الافريقيه. يعني صح، كونغو الديمقراطيه كانت في المرحله النهائيه من تصفيات كاس العالم معانا، يعني مع منتخب مصر في نفس المرحله يعني. بالظبط. منتخب ما كانش مذكور. طيب كابتن وائل، الراجل بقى ميكالي انت شايف شغله اكيد وبتتعامل مع الراجل، مرتاح مبسوط عنده بعض المضايقات زعلان من حاجات ولا الامور مستقره تماما؟ لا الامور مستقره، ولكن هو كان مضغوط نفسيا جدا لان
الاجنده دي او المباراتين دول كان يعني كان الافضل ان هم يكونوا في اجنده دوليه ما كناش هنخش في يعني. طبعا الانديه كلها كانت متعاونه بشكل قوي جدا الحمد لله، كل الانديه المصريه كانت متعاونه في 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 ارسال اللعيبه بتاعتها للمنتخب، انما في نفس الوقت انت اضطريت تعمل حوالي يعني مكالمات كتير جدا عشان تقدر تنسق مع الانديه. على قلبنا زي العسل، ما عنديش مشكله خالص فيها، ولكن في الاخر لو اجنده دوليه رسميه ما كنتش هتخش في الصداع ده خالص ولا هتخش في الهيدك ده. بالعكس كانت الفاكس هيروح على الانديه، الانديه هتبعت اللعيبه، ما بيبقاش في مشاكل خالص. انما انت كنت بتتعرض لان الماتشين دول ما كانوش في الاجنده، فده كان بس الصداع اللي كان عند ميكالي وضغطه الوقت وعدم انسجام اللعيبه مع بعضها وما اتمرناش كتير مع بعض، فكل الكلام دوت هو مش متعود عليه. هو متعود على ان المنتخب الاولمبي البرازيلي اللي كان ماسكه لا كان في فتره كافيه من التمرين، فتره كافيه من المعسكرات، فتره كافيه من الانسجام، فقدر ان هو يحقق ميداليا. ان شاء الله باذن الله نقدر ان احنا نعمل ده الفتره الجايه. احنا زي ما بقول لك احنا كنا محتاجين نكسب اسواتيني او نتخطى العقبه دي بحيث ان احنا نشم نفسنا، عندنا 3 أو 4 شهور جايين نشتغل فيهم بشكل كويس جدا ونحاول ان احنا نستفيد بشكل قوي جدا من اللعيبه اللي هتبقى موجوده باذن الله ان شاء الله. كابتن الكبير كابتن وائل رياض المدرب العام للمنتخب الاولمبي، انا بشكرك شكرا جزيلا ومليون مبروك التاهل اليوم للمرحله الثالثه من التصفيات الافريقيه المؤهله لكاس الامم الافريقيه. ان شاء الله يكون صعود لكاس الامم الافريقيه، فوز بكاس الامم الافريقيه، صعود للاولمبيات، وليه لا فوز بالاولمبيات كمان. حكايه ليفربول السنه دي الوضع بتاعه وضع كارثي، تحديدا في الدوري الانجليزي الوضع كارثي جدا. في دوري ابطال اوروبا لسه عايش ليفربول وماشي بشكل معقول، ولكن في الدوري الانجليزي الامور صعبه جدا. هيبقى معايا الحديث عن حال ليفربول، ايه اللي حصل. ليفربول بالنسبه لنا بقى عامل زي الفرق المصريه كده، زي محمد صلاح كلنا بنحبه، حتى لو ما بتشجعش ليفربول بتشجع فرقه ثانيه في اوروبا، بس كده كده بتحب ليفربول عشان محمد صلاح بيلعب فيه، فحاله يهمنا واحنا قاعدين هنا في مصر وهم قاعدين في ليفربول في انجلترا. احنا حال ليفربول يهمنا وعايزين نعرف ليه وصل للمرحله دي بعد انجازات وشكل رائع جدا طوال ال6 مواسم الماضيه مع يورجن كلوب. للحديث عن حال ليفربول هيكون معايا حالا دلوقتي صديقنا العزيز محمود شاكر، يقول لنا ليه الريدز وصل للمرحله دي. حوده مشرف ومنور كالعاده. حبيبي يا كريم، اخبارك ايه؟ كله زي الفل، كله حلو، كله تمام، الامور حلوه. ايه اللي حصل؟ الموسم الماضي واصلين لاخر مرحله في البريمير ليج، الموسم الماضي واصلين لفاينل الشامبيونز ليج، كاسبين كاس الاتحاد الانجليزي، رابطة المحترفين، كل حاجة كسبها ليفربول وماشي بشكل رائع جدا. الموسم ده دروب مرعب. ليفربول في أزمة، ليفربول في مشكلة كبيرة جدا يا كريم، وده بسبب عوامل كتيرة جدا، لا هو اللعيبة بس ولا المدرب بس ولا الانتدابات الصيفية اللي كانت سيئة جدا لليفربول بس. بالظبط، يعني كان في مشكلة كان في مشكلة كبيرة جدا، هي صح. المنظومة ككل فيها مشكلة، صح. في ليفربول وهي تغيير هوية ليفربول من فريق من أشرس الفرق اللي بتلعب ككتلة واحدة بتمارس الضغط العالي، أشرس فريق كان بيمارس الضغط العالي آخر 4 سنين كان ليفربول، الضغط العالي والضغط العكسي، بس ده كان بيحتاج أدوات معينة وعناصر معينة وأفراد معينة. الأفراد دي لما اتغيرت والأفراد دي ما بقتش موجودة، زي رحيل ساديو ماني، زي قلة اللعيبة اللي موجودة في وسط الملعب، زي طبعا المشاكل الكتيرة في المستويات للخط الدفاع، ده اللي أثر على ليفربول بالطريقة دي. لكن يا كريم احنا بنتكلم بنقول يعني تغيير هوية فريق. لما بيجي يورجن كلوب كان معروف عنه بطريقه اللي هو بيلعب 4-3-3، الطريقه دي بيبقى فيها ريسك عالي جدا، بس طول ما انا عندي 2 سنتر باك كويسين جدا وعندي خط نص الملعب قادر ان هو يمارس بدور الضغط، ما بيبقاش دايما ما كناش بنشوف ان ليفربول مهتم قوي بالناحيه الدفاعيه، لان في سرعه استرداد الكوره بطريقه على طول ليفربول. انا هجيبها من عند دفاع الخصم اصلا قبل ما يوصلوها، هي كوره مش هيبقى عندي فيها اي مشكله خالص، لان انا على طول الكوره هتبقى معايا وتحت رجلي. ولكن اول ما العناصر بدات تتغير واول ما النمط والطريقه دي ما بقاش قادر يكمل فيها يورجن كلوب بسبب تغيير اللعيبه، بدا الدروب يحصل، وبدا ان انا بغير طريقه لعبي من 4-3-3 الى ساعات 4-2-4 او ساعات 4-3-1-2، ودي كانت المشكله اللي موجوده عند ليفربول وهنشرحها بالحالات. ولكن خلينا كريم من الاول نتكلم، هو ازمه ليفربول مبتديه منين؟ لو هنتكلم عن خط دلوقتي، احنا بنتكلم عن خط الدفاع اللي كان بيتميز فيه ليفربول جدا، 2 من اقوى واشرس الاثنين الباكات الموجودين في العالم كله، ارنولد او روبرتسون.
السنه دي بيمروا بحاله دفاعيه سيئه جدا. ارنولد من السنه اللي فاتت من مباراه تشامبيونز ليج الكره العكسيه لفينيسيوس جونيور جار عنده دايما مشكله في التغطيه العكسيه، نفس الكلام عند روبرتسون. يا كريم لو قلت لك الارقام بتاعه ارنولد روبرتسون السنه اللي فاتت مساهمين في اكتر، يعني روبرتسون مساهم في 18 جون وارنولد مساهم 19 جون، لحد دلوقتي ليفربول لعب 18 ماتش الاثنين ساهموا فقط في 3 اهداف هنا وهنا. نفس دي الناحيه الهجوميه ده بالظبط، غير الكوارث الدفاعيه بالظبط كده. احنا اتكلمنا على الاثنين باكات، نتكلم على فان دايك. فان دايك واحد من افضل المدافعين اللي جم في الكوره اخر 20 سنه من بعد الرباط الصليبي، عنده مشكله كبيره جدا، بيحلق على طول، في عنده مشكله في التغطيه. يا دوبك المباراتين اللي لعبهم كويسين جدا، المباراه بتاعه مانشستر سيتي في الكوميونتي شيلد لما لعب على هالاند، والمباراه الثانيه برده بتاعه مانشستر سيتي وليفربول، هي تقريبا دول ابرز مباراتين ليهم. ليفربول بدا السيزون بكسب الكوميونتي شيلد درع الخيريه، بعد كده تعادلين خسرهم مانشستر شويه فوق وشويه تحت. عاوزين نشرح ونتكلم قبل برده ما اتكلم على الحته دي، عاوز بس اقول نيجي نص الملعب. نص الملعب لما كان موجود فينالدوم، لو تفتكر يا كريم السنه قبل اللي فات فينالدوم كان هو بيحرك الفرقه من تحت لفوق وهو اللي بيقوم بدور الربط. بعد ما فينالدوم مشي جابوا تياجو الكانتارا لما بيتصاب فيه مشكله كبيره جدا. ده بنتكلم على خط النص. طب ليه ليفربول ما انتدبش لعيبه السنه دي في وسط الملعب؟ ما حدش يعرف. جابوا ارثور عنده اصابه مزمنه اصلا وما لعبش وما شاركش في التمرينات اصلا وما شاركش معاهم في اي مباراه. على الجانب الهجومي بقى، انا بتخلى عن واحد من افضل 3 وينجرز في العالم ساديو ماني، بجيب مكانه لويس دياز، بدخل السنه فاتت لويس دياز مع ساديو ماني مع محمد صلاح، في شراسه من التلاتة موجوده. ولكن بمجرد رحيل ساديو ماني عندي اصابه جوتا وعندي اصابه لويس دياز، فانا بلعب مكسور الجناح، مفيش اي جناح او في اي باك وينج ليفت موجود في ليفربول. زائد داروين نونيز صفقه جايبها ب 80 مليون ما ضافتش اي حاجه وخلص عليهم امبارح في ماتش ليدز بالظبط كده. عاوزين اخر بقى حاجه نتكلم فيها اللي يهمنا، محمد صلاح قبل ما اخش في محمد صلاح، مره محمد صلاح على الخط، مره محمد صلاح في حضن الاثنين مساكين، مشكله كبيره جدا لما يبقى عندك اللعيب السوبر اللي انت بتعتمد عليه. النهارده بعد 18 مباراه او 17 مباراه محمد صلاح بيحرز فقط في الدوري الانجليزي، هو 12 مباراه في الدوري بيحرز فقط 3 اهداف زي السنه دي، زي دلوقتي السنه اللي فاتت كان محمد صلاح جايب 11 جول. عاوزين نشرح الطريقه كده. ممكن حاجه قبل ما تشرح؟ اتفضل. نفسي اختلف معاك بس مش عايزك تقطع الاستفسار بتاعك. انا مختلف جدا مع فكره انه رحيل ساديو ماني هو اللي عامل مشكله ليفربول هجوميا. انا اعتقد اللي عمل مشكله كبيره هجوميا لليفربول هو نونيز. صفقه نونيز دي بالنسبه لي هي صفقه من الصفقات الكارثيه لليفربول، مش بس عشان هو لاعب لسه ما قدمش كتير، بس هو بوظ المنظومه الهجوميه لليفربول. ليه؟ نونيز اصلا شكله واسلوبه وتكنيكه مختلف تماما عن كل المهاجمين اللي لعبوا مع ليفربول، تحديدا فيرمينيو وجوتا. انا بتكلم على المهاجم رقم 9، المهاجم الوهمي او الفولس ناين اللي بيشتغل بيه. هو مش البروفايل ده. فعشان هو مش البروفايل ده خلى صلاح ينزل لتحت كتير، يا اما خلى صلاح موجود على الخط كتير، يا اما خلى لويس دياز عنده مشاكل كبيره جدا في الضم. وان كان لويس دياز انا شايف ان لويس دياز عوض ماني جدا، ويمكن ارقام لويس دياز قبل ما يتصاب افضل من ارقام بدايات ماني الموسم الماضي، فانا مش شايف ان هي دي المشكله. بس نونيز هو اللي بوظ المنظومه، هو اللي ما خلاش جوتا ياخد المساحه قبل ما يتصاب، هو اللي ما خلاش فيرمينيو ياخد المساحه قبل ما يعني مستواه يتحسن شويه في الفتره الاخيره. صفقه نونيز كان ممكن ليفربول يعوضها بحاجتين مهمين جدا، انه يجيب لاعب وسط محترم جدا بالظبط، وما دفعش الفلوس دي كلها، وانه يجيب جناح ايسر بديل لساديو ماني بالظبط كده. ده كان يحصل كده، لكن نونيز اصلا صفقه هما كان اعتمادهم على لويس دياز، ولويس دياز نهى السيزون اللي فات كويس جدا. ولكن انت بتقولي لويس دياز كويس، لويس دياز ممكن يكون من ناحيه المساهمه والارقام كويس، ولكن ناحيه الاداء في خصوصا في حته الضغط وخصوصا اتفق معاك في دي بالظبط، دفاعيا مش زي ساديو ماني. ساديو ماني هو افضل اللاعبين هجوميا، افضل من محمد صلاح ومن فيرمينيو ومن جوتا في الامور الدفاعيه في السداد كله. ده لعيب قوي جدا والتيمبو بتاعه عالي. فاحنا نقول يا كريم ان السنه اللي فاتت معلش طولت عليك، لا براحتك خالص. السنه اللي فاتت كان ليفربول بيلعب بطريقته 4-3-3، محمد صلاح وفيرمينيو او جوتا، وفي نفس الوقت هنا كان بيكون ساديو ماني او لويس دياز، وساديو ماني كان بيبقى هنا. لما الثلاثه بيضغطوا يا كريم وراهم على طول الثلاثه بتوع نص الملعب اقوياء جدا اللي هو كان تياجو وهندرسون وفابينيو، وعلى طول كنا بنشوف ان فان دايك وماتب على طول يا كريم واقفين هنا، وعلى طول على طول روبرتسون وارنولد بيبقوا طايرين. فدي كانت ضغط 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 ضغط، كله بيضغط كتله واحده، فكان الفريق هنا ما يعرفش يطلع بالكره فيعمل ايه. لا تطلع الكره تتشتت بره، الا تلعب لونج باس، فان دايك بكل سهوله بيقدر يلم الكره وابتدي الدنيا. فعلى طول اللعب كان على طول هنا، حتى الخريطه الحراريه بتاعت ليفربول تلاقي كل دايما اللعيبه كان افضل دي فريق في العالم بيعمل ضغط بالظبط كده. فالمساحه دي كلها كانت بتتغطى، كان في ارتداد قوي جدا من الثلاثه بتوع نص الملعب في افتكاك الكره. نفس الكلام برده الباكات في الادوار بتاعه الضغط العالي لازم يبقى الريتم بتاعها سريع جدا، واخده الخط رايح جاي،
خصوصا كمان ان عارفين ان ارنولد على طول كان بيحب يخش يعمل الدبل باس مع محمد صلاح وبيشوط كويس وبيعمل اوفراته من اكتر الناس اللي عامله اسيستات. اللي حصل السنه دي ان يورجن كلوب بمجرد ان ما فيش الحته دي بعد اصابه لويس دياز وبعد برده عدم وجود جوتا, فالراجل بقى يعمل ايه؟ بقى يلعب أربعة زي ما هو, ولكن بيلعب كريم بيثبت الاثنين دول 4-2-4, بيثبت فابينيو وتياجو الكانتارا وبيزق لعيب الجديد اللي هو إليوت اللي بيخش مع محمد صلاح, ولكن بيخلي محمد صلاح هو اللي بره وإليوت هو اللي جوه, ودي كانت المشكله كبيره جدا. انت بتبعد محمد صلاح من بتبعد محمد صلاح طبعا. عن الجون, فالمشكله دي كانت دايما بتخلي محمد صلاح حاضن الخط, وفي مشكله عند محمد صلاح ان هو بيبقى الدور الاكبر اللي عليه كريم وهو دور الاسيستات او دور صناعه اللعب, ودي مش حته محمد صلاح. زائد ان انت بدنيا بترهق محمد صلاح لان انت بتلزمه بادوار دفاعيه عشان يرجع يغطي هنا ويعمل جبهه مع إليوت ومع ارنولد. الطريقه الثانيه اللي كان فيها مشكله, الناس قاعده تقول طب محمد صلاح ليه ما بيخشش, لا ما تبعدش محمد صلاح عن 18, خلي محمد صلاح دايما في وش الجون والكلام ده كله. طيب انا لما بيجي يلعب بالطريقه الثانيه كريم اللي هي بطريقه 4-4-1-1 بيبقى على طول محمد صلاح هنا وفيرمينيو, المشكله ان محمد صلاح بيبقى مرمي في حضن الاثنين دول. محمد صلاح راجل ما بيلعبش بدماغه بشكل كويس, محمد صلاح مش من اللعيبه اللي تضرب وتزق وتقدر تاخد على البعيده والكلام ده كله. هي الميزه كلها محمد صلاح لما بيلعب هنا في مباراه زي مباراه مانشستر سيتي كان العكس تماما, كان كله راجع لورا وكان محمد بالظبط, وكان محمد صلاح واقف هنا, وشفنا الكلام ده في جون كانسيلو, محمد صلاح على طول مرمي هنا في حضن. بس يا كريم لما مانشستر سيتي على طول طاير بنلاقي ان في مساحه, فشفنا الجون بتاع اليسون بيلعب له الكوره في مساحه كلها, محمد صلاح يقدر يروح كده او محمد صلاح يقدر يروح كده في مساحه, انما لما يجي لاعب فرقه زي ليدز يونايتد او زي نوتنغهام فورست هرمي محمد صلاح على طول في حضن الاثنين لعيبه وهنشوف بالحالات الراجل اللي متكتف مش قادر يطلع بيها. تعال نشوف الحالات, نشوف الحالات, يلا بينا. احنا اتكلمنا ان في ازمه كبيره جدا يا كريم عند جوميز وعند فان دايك دي وعند مباراه ايه؟ دي مباراه ليدز يونايتد اللي كانت امبارح اللي خسروها 2-1 في الدقيقه. صراحه وليفربول بيقدم موسم كارثي بس الحظ في المباراه دي كان كارثي, بس يا كريم ليدز يونايتد ضيع فرص كتيره جدا جدا, وكان في بس الشوط الثاني تحديدا ليفر يعني ضيع بتاع 12 فرص, والمصيبه الاكبر ان الراجل نزل ميلنر في اخر 12 دقيقه لحظه واحده معلش يا جدع, نزل ميلنر في اخر 12 دقيقه عشان خاطر يلم ورا ارنولد لان حاسس ان ارنولد تعب بدنيا. الجون جه برده من ناحيه ميلنر في الناحيه اليمين, دي هنا الجون اللي جه ليدز يونايتد بسيط جدا. طبعا جوميز اخطاء كارثيه وهنشوف بالحالات دلوقتي. جوميز هنا الكوره مع ليفربول مفيش اي مشاكل خالص, نكمل نشوف هنا جوميز بيرجع للكوره اللي ورا, بيرجع لمين؟ بيرجع لاليسون. عاوزك تبص على الصوره اللي بعدها, عاوزك تبص كريم على فان دايك. بص فان دايك الكرة اتلعبت, فان دايك اصلا مش باصص للكرة وبيتكلم مع روبرتسون بيقول له افتح هناك على اساس ان الكرة هتروح لاليسون, وبعد كده روبرتسون يبتدي الهجمه من تحت. فان دايك سرحان ومش واخد باله من الكوره. نكمل الكرة اتلعبت بالعرض يا كريم, بص هو فان دايك بيتكلم مع روبرتسون وسايب الراجل قام جاي خاطف. لا أنا طبعا اسف, انا اسف سرحان يا يعني. لا سرحان, لا ما اقصدش انا اسف والله. يعني انا اكيد برده مش هتصدق ان جوميز هيعمل كده, ما يعني حاجه هو بره اليسون برده يعني مفيش حد هيصدق يعني هو خطا الاكبر هو ولا اليسون ولا اليسون سرحان, هو بس هو جوميز اللي عمل حاجات مش هو عمل حاجه غريبه جدا فهو الخطا الاكبر طبعا على جوميز ثم فان دايك. فالكوره بتتلعب طبعا بالعرض, الجون فاضي, بيقدر الراجل يحطها بمنتهى السهوله. الهدف الاول ليدز يونايتد بوظ المباراه من قبل ما تبتدي. عارف انت المدرب بيبقى حاطط تاكتكس وحاطط طريقه معينه هبتدي بيها المباراه, ولكن بتبوظ طبعا في اول. تمام, نشوف الحاله اللي بعدها. هنا كريم دي كوره برضو في الشوط الاولاني, هنا بنشوف ليدز بيبتدي من تحت بيلعب الكوره للباك رايت بتاع ليدز يونايتد. نكمل بالصوره هنا كريم, انا بس مش شايف كويس, ماشي نكمل بالصوره يا جلال. عاوزك تبص هنا كريم على فابينيو والراجل بتاع ليدز يونايتد, بص الراجل فين مع فابينيو, المفروض فابينيو ماسكه مان تو مان. شوف الصوره اللي بعدها, الراجل بدا يفرد عن فابينيو, فابينيو اصلا ماشي سرحان خالص ومش واخد باله من اي حاجه. الراجل بيلعب الاوفر بيروح بمنتصف لوحده خالص, مع ان في زياده عاديه عندك 1-2-3-4-5-6 على ثلاث لعيبه فقط من ليدز يونايتد, وبرغم كده كريم ليدز يونايتد بياخد المبادره والكره بتتلعب والراجل بيضيع الكره برده. دي كانت هجمه خطر جدا لليدز يونايتد, وده زي بقول لك عليه في عدم ارتداد قوي من لعيبه نص ملعب في افتكاك الكره. اللي بعد شوف الحاله اللي بعدها, هنا يا كريم برضو نفس الكلام, الكرة هنا برضو بتقطع من نص الملعب ليدز يونايتد. بقول لك ليدز يونايتد امبارح بتقولي حظ ليفربول وحش, ولكن حظ ليدز يونايتد برضو كان وحش في كور كتيره. الكره هنا بتتقطع بتتلعب اللي رايح له السهم, برضو الراجل بيلعب دبل باس مع الراجل اللي عليه الدايره. نكمل بكريم, نشوف هنا كريم الضغط بتاع ليفربول كالعاده مش موجود, لعيبه ليدز يونايتد بتطلع براحتها خالص للمساحه اللي انا بكلمك عنها يا كريم. لحظه نقف هنا, بص المسافه ما بين فان دايك
ومسافه ما بين روبرتسون الباك ليفت. بص المساحه اللي موجوده في وسط الملعب بتاعه ليفربول، وده اللي احنا اتكلمنا عليها كريم. قلت لك ان لما اللعيبه لما تكون تلعب ضغط عالي محتاج ان انا نص الملعب افتك فيه كرة بسرعه رهيبه، وفي نفس الوقت برضو ان الاثنين الستوبر والاثنين سنتر باك بتوع بيلموا ورا. ولكن اللي انت شايفين في عشوائيه كبيره جدا جدا في التمركز في اي كرة عكسيه بتيجي على ليفربول. نكمل، شفت المسافه طبعا اللي ما بين، وبص كام واحد يا كريم على كام واحد تقريبا اربعه رايحين على فان دايك لوحده. نكمل برضو الصوره، الراجل عنده كذا اوبشن، ممكن يلعب على اليمين وممكن يلعب على الشمال، لعبها على الشمال. نكمل برضو سوري، لعبها على اليمين والراجل بيخش وبيشوت، ولكن بتتصد. بص روبرتسون فين؟ مش موجود اصلا في ظهر روبرتسون، في مسافه كبيره جدا. نشوف برضو الحاله اللي بعدها برضو يا كريم، هنا ده الهدف بقى الثاني اللي كان فيه كارثه كبيره جدا. انا نزلت ميلنر الشوط الثاني في اخر 12 دقيقه علشان خاطر الاندفاع الهجومي، يبقى ميلنر بيلم ورايا لان ارنولد على طول ظهره مكشوف. فنزل ميلنر، الكرة هنا بتتقطع في الدقيقة بالظبط تقريبا 89 في المباراة. الكرة بتتلعب، لعيب كان لسه نازل عنده 18 سنة اسمه نجونكوس، صغير في السن في ليدز يونايتد. الراجل بيستلم الكرة بيموه بيعدي من ميلنر. نكمل الصورة اللي بعدها، بص يا كريم بيموه ويعدي من ميلنر. عاوزك بقى نشوف الكرة بعدها، الراجل ماشي، شوف قعد من 4 لـ5 لـ6 ثواني الكرة الراجل في رجله، مفيش ضغط مفيش ضغط. شايفين جونز وميلنر، بص يا كريم كل دي كل دي سكرين شوت، ولسه هم شايلين هم التذاكر اوت عشان عايزين بس يا كريم الضغط المفروض يبقى اكبر. الراجل طبعا بص طبعا. بقى هنا الكرة اللي بعدها، بص فان دايك، كرة مفروض ان فان دايك لو واقف صح، فان دايك اللي علامه استفهام كبيره جدا. ده فان دايك في الكرة دي غريب جدا انه قاعد يحلق. فان دايك دايما اجريسيف، هيدخل رجله وياخدها. بالظبط يا كريم، بص هنا اول ما اتلعبت فان دايك بيحاول يسبق، الراجل بيستلم الكره لمين بقى؟ ده بامفورد بيلعب باص على طول رقم 10 مش متذكر اسمه، عفش رودريجو تقريبا او مش فاكر مين. بص بقى فان دايك هنا، انا مش عارف فان دايك بيحلق عليه في 6 يارد، بيحلق لغايه لما الراجل استلم الكره بيمينه عدلها على شماله وقام لطشها، جايب جون في الدقيقه 89 بدل ما احنا كنا مستنيين جون لليفربول. العكس هو اللي حصل لليدز يونايتد. نشوف برضو مباراه ثانيه علشان اوريك يا كريم ان المشكله دايما عند ده متكرر. مباراه ليفربول ونوتنغهام فورست، نوتنغهام فورست اللي خسر النهارده من ارسنال 5 طبيعي يعني. وعاوز اقول لك يا كريم نوتنغهام فورست عامل فرص على ليفربول في المباراه دي اكتر من ليفربول. عاوزين بص بقى هنا على محمد صلاح، دي الموضوع اللي انا بكلمك عليه. بص محمد صلاح فين يا كريم؟ في وسط الزحمه، نمشي الكوره. ده مش مكان سليم مش بصراحة. مش مكان سليم. بص يا كريم مرمي في حضن المدافعين ومش بتاعته. نكمل الكوره برضو، فابينيو هيحاول يلعب الكوره لكارفالو، كارفالو هيحاول يعمل دبل باس مع محمد صلاح. بمجرد الباس لمحمد صلاح زحمه كبيره جدا عليه، الكوره بتتقطع. بص بقى كريم الكوره لما اتقطعت وطلعت الناحيه الثانيه، نشوف هنا بيشتت الكوره، بتوصل هنا لفيرود رقم 9 بتاع نوتنغهام فورست، بياخد الكوره من فابينيو. نكمل الكوره، بص بقى كريم الارتداد الدفاعي السيء، وبص الاندفاع من لعيبه نوتنغهام فورست. نكمل برضو الكوره، شايفين هنا الاندفاع الكبير من لعيبه نوتنغهام فورست، ومفيش. بص يا كريم برضو كم واحد على كم واحد. بص يا كريم عاوز تعمل مشكله لاي حد في الدفاع، انت حط 2 على 2 او 3 على 3 في مساحه كبيره. في مساحه صغيره ممكن اللعيبه تقفل، ولكن في مساحه كبيره من نص الملعب زي ما قلت لك هنا على البورد ان انا عندي المسافه الكبيره دي كلها، فطبيعي جدا ان عندي مسافه اقدر اعمل دبل باس، اقدر اعمل اوفرلاب، اقدر اعدي، اقدر اقطع، وهو ده اللي بيحصل. فشفنا هنا برضو دي كوره من كوره نوتنغهام فورست، ضيع فرص كتيره جدا. شايفين 2 على 2 والراجل بيقدر. انا بس انا عارف ان الوقت ضيق للاسف، في بس كوره واحده عاوز اجيبها لجوميز في الحاله اللي بعدها، هنشوفها بس على عليها. الحاله اللي بعدها، لا الحاله اللي بعد دي برضو، معلش عشان الكوره دي مهمه جدا دي. ماشي نكمل كده الصوره دي، هات اللي بعدها. معلش الحاله اللي بعدها برضو يا جلال، انا جايب حالات كتير، جايب بتاع 10. هي الكوره دي، الكوره دي يا كريم عشان اوريك قد ايه الراجل جوميز ده كارثه. بص هنا يا كريم الكوره بتتلعب لجوميز، عاوز بالظبط عاوز يلعب لايه؟ نشوف هو لعب الباس، ضغط من نوتنغهام فورست على طول. اول ما اتقطعت، نكمل اول ما اتقطعت الراجل قطع الكوره. نكمل بقى بالكوره، المفروض دلوقتي هيحصل ارتداد. لحظه بقى هنا، نقف هنا، عاوزك تبص على وش جوميز، باصص فين؟ في الارض. باصص في الارض. اللعيب بتاع نوتنغهام فورست لعب الباص غلط. نكمل الباص، لعب الباص لبره، يعني جوميز هي الكوره على عدلته واحده واحده بس. بص الكوره على عدله جوميز، يعني هو لو بص بس هياخد الكوره، لكن الراجل سرحان وبيجري ووشه في اتجاه مرمى ومش واخد باله فيرويد فين اصلا، مع ان الكوره جت على اتجاهه. طبعا التشتت ده خلى لعيبه نوتنغهام فورست تاخد الكوره. شايفين طبعا المسافه، بص بقى كريم 1 2 3 4 على 2 لعيبه فقط. ومين بقى ده ميلنر وجوميز، ومش موجود فان دايك، مش موجود فابينيو، مش موجود اي حد من لعيبه نص الملعب بتاعت ليفربول، وبيعدي واحد راح. فالازمه
سريعا قبل ما اقفل الازمه يا كريم، ان انا ما ينفعش بنفس العناصر دي ان انا امشي بنفس الطريقه بتاعتي بنفس الهويه بتاعتي، لازم اغير هويتي، ودي المشكله اللي فيها ليفربول. محمود رائع كالعاده حبيبي، والله رائع كالعاده. الله يخليك، انا بشكرك. شكرا جزيلا. شكرا ليك يا كريم. انا نفسي اطول معاك اكتر من كده كالعاده، معلش استعرفت خلاص ان الوقت بقى دايما يستاهل. ده حقيقي، انت كلامك دايما حلو حبيبي يا كريم. شكرا جزيلا. شكرا ليك. ده كان لقاءنا مع محمود شاكر، لسه مكملين مع حضراتكم. هنشوف تقرير عن فعاليات المؤتمر الدولي للتأهيل والتعافي للرياضيين وذوي القدرات الخاصة بمشاركة الطاقم الطبي بالدوري الإنجليزي، ونروح لفاصل، وبعد الفاصل نستقبل الكباتن الكبار كابتن هشام يكن كابتن محمد عبد الجليل. خليكم معنا. مؤتمر النهارده حقيقي وزاره شباب والرياضه سعيده جدا للمؤتمرات اللي بتبقى شبيهه بكده بتاعه العلاج الطبيعي والاصابات والتاهيل، لان ده بيعتبر دور من الادوار اللي بتقوم بيه وزاره الشباب والرياضه ممثله في الاداره المركزيه للطب الرياضي، ان احنا خصوصا ان احنا عندنا شقين مهمين جدا في المستشفيات بتاعتنا. احنا زي ما الساده المشاهدين عارفين ان وزاره الشباب والرياضه بتمتلك 3 مستشفيات على اعلى مستوى وجاري تجهيزهم، وفي يعني في خطه تطوير حاصله ليهم، مستشفى الطب الرياضي بطنطا، ومستشفى الطب الرياضي في السويس دي لسه جاري افتتاحها، ومستشفى الطب الرياضي في مدينه نصر، ودي تعتبر من اقدم المستشفيات بتاع الطب الرياضي الموجوده. التخصص بتاع الطب الرياضي يعتبر تخصص جديد في الوسط الرياضي، انما حقيقي الدكتور اشرف صبحي حاليا مدي اهتمام كبير جدا لموضوع الطب الرياضي وتطوير المستشفيات والتاهيل وشكل الكوادر اللي موجودين فيه. فدي فرصه طيبه جدا لوزاره الشباب والرياضه ممثله ان الدكاتره بتوع الوزاره موجودين بيحضروا المؤتمرات دي، في تبادل خبرات بيحصل مع الجهات زي ما احنا شايفين في جامعات موجوده في خبرات وقامات زي الدكتور احمد عبد العزيز ونقيب العلاج الطبيعي، فده كله بيبقى بشكل من اشكال نقل الخبرات. وزي ما قلت لكم احنا وزاره الشباب والرياضه فاتحه ايديها لكل الجهات والمؤتمرات والتبادل ده، ان على يعني وسعداء ان احنا وعايزين نكسر من المؤتمرات دي. الكلام هيبقى كله طبعا اول يومين هيبقى محاضرات عباره عن بتتناول اكثر الاصابات شيوعا، سواء في الملاعب اصابات الملاعب اصابات الرياضيين او الاصابات اللي ناتجه عن الاعمال الاوكوبيشنال. ده هيبقى اول يومين. اليومين اللي بعدهم هيبقوا كلهم ورك شوبس على احدث الاجهزه الموجوده دلوقتي في العالم، في عالم العلاج الطبيعي، او في ورشه عمل هتتعمل جاي لها مختصين من الدوري الانجليزي علشان يدوا الاسعافات الاوليه لبعض دكاتره العلاج الطبيعي. المؤتمر هو في المقام الاول بيعتمد على الطب الرياضي وكل اصابات الملاعب والحاجات الامرجنسي اللي بتحصل في الملاعب وازاي المانجمنت بتاعتها بتكون. بالنسبه لي انا موضوع شويه مختلف عن كده، انا بشتغل في مجال الاعصاب، فانا هقدم التوك بتاعتي هتكون عن الدبل امباكت بتاع التقدم في السن مع الامراض العصبيه. الحقيقه احنا الورش اللي فكرنا نجيبها في المؤتمر حبينا نجيب كل الورش او اغلب الورش المتخصصه في المجالات المختلفه بالعلاج الطبيعي، يعني بدانا بالورش اللي هي بتتكلم عن اصابات الرياضيين والحاجات اللي هي الميديكال ايمرجنسيز للرياضيين اللي هم من الدوري الانجليزي، ودي اللي بيقرها الاتحاد الانجليزي عشان كل الاصابات اللي ممكن يتعرض لها اللاعب المصري او الاصابات اللي ممكن يتعرض لها. اتكلمنا عن الورش، جايبين ورش ليها علاقه بالسكتات الدماغيه، ودي بيناقش فيها وبيقول الورشه دي الدكتور محمد اللي هو جاي من امريكا عشان هذا المؤتمر. بنتكلم على الورش برضو كمان على الحالات الاطفال اللي هم ذوي الهمم واللي انتشرت في الفتره الاخيره، ودي اللي احنا كمان شاركنا كمشاركه مجتمعيه من المؤسسه ان احنا بندعم بعض الزملاء اللي في المستشفيات اللي بتتعامل مع ذوي الهمم ان هم يبداوا يشوفوا الحاجات الابديتد وبيستفيدوا. بالفعل الورشه دي كانت اليومين اللي فاتوا استفادوا استفاده كبيره جدا. بعض الورش اللي بتتكلم عن الليمفيديما اللي هي التورم الليمفاوي، التورم الليمفاوي دوت اللي بيصاحب ما بعد العمليات المختلفه وما بعد مرضى السرطان، والحقيقه دي مجال جديد جدا جدا في مصر، مش جديد قوي بس هو بقى له فتره، لكن هو مجال ضعيف ما لهوش خبرات كتيره. احنا جبنا من اكبر الدكاتره المتخصصه في الشرق الاوسط عشان تضيف او تدي الخدمه دي للناس. الورش احنا كان هدفنا منها حاجتين، ننوع في الورش المختلفه ما تبقاش حاجات تقليديه، ندور على خبرات اجنبيه
الحقيقه، لان هو دي الحقيقه اللي الدكتور المصري بيدور عليها او اللي هو اخصائي العلاج الطبيعي بيدور عليها، ان هو بيبدا يفكر يسافر، انا عايز اخد اونلاين بره، لا احنا بنجيب له السبيكرز دول والحاجات الورك شوبس دي موجوده هنا، وان شاء الله كمان احنا هنبدا ان شاء الله نكمل الورش دي على فترات مختلفه. هو احنا من اهم المحاور اللي حاولنا نغطيها في هذا المؤتمر هو شق الطب الرياضي. عندنا جاب كبير جدا ما بين ما يقدمه المجتمع المصري أو المنظومة الصحية المصرية والمنظومة الصحية العالمية في مجال الطب الرياضي من ناحية القياسات والوقاية من الإصابات والتأكد من رجوع اللاعب. احنا أخذنا على عاتقنا محورين، المحور الأول بنقول سيف لايف، إنقاذ حياة اللاعب أثناء الإصابة في الملاعب، وجبنا متخصصين من الدوري الإنجليزي بيقدموا دورة تعرف بسبورت ER. الدورة دي مستحيل حد ينزل الملاعب في إنجلترا أو أوروبا إلا ما يكون حاصل على اجتياز لهذه الدورة. احنا جبناهم معانا في المؤتمر، بيشاركوا لعدد كبير من الأطباء وأخصائيين العلاج الطبيعي في الملاعب بإعطاء هذه الدورة إنقاذا لحياة اللاعب، لأن الثواني بتفرق في إنقاذ حياة اللاعب في حالات الكسور والإغماءات وبلع اللسان وكدمات الرأس وخلافه. الشق الثاني وهو السيفتي ريتيرن تو سبورت، وهو ازاي يبقى عندنا كريتيريا نحكم بها على العوده الامنه لممارسه الرياضه، وده من خلال الخبراء الكتار اللي جبناهم حوالي 12 خبير في مجال الطب الرياضي، الى جانب موضوع القياسات والوقايه اللي بنحاول نفعلها في الانديه المصريه في خلال السنوات الاخيره. It's been fantastic. Everybody's been so welcoming and warm to us. طبعا مبسوطه جدا بتواجدها في المؤتمر في مصر، وبتقدم يعني مبسوطه انها بتقدم كمان الابحاث العلميه اللي قدمتها الجامعه عندها في انجلترا، والابحاث دي بتركز النهارده على فكره الكرايوثيرابي او العلاج بالتبريد في التاهيل الرياضي والتاهيل الطبي لما بعد الاصابات الرياضيه. هي مبسوطة جدا بالطريقة اللي اتعمل بيها المؤتمر والتقديمة، وانها قدرت انها تعبر عن نفسها وعن زمايلها في الجامعة، وان هم يقدموا كل الابحاث اللي هم اشتغلوا فيها الفترة اللي فاتت دي، وحاسين بتنظيم محترم يعني يليق بتواجدهم في المؤتمر دوت. يعني هو هيساعدنا جدا المؤتمر، لان هو بيقدم حاجات ابحاث علمية وكمان ابحاث مهنية او عملية وتبادل الخبرات بين الجامعات وبعضها، كمان ممكن تستفيد من الزملاء اللي موجودين في مصر. يا اهلا بحضراتكم مره اخرى. قبل الفاصل كنت بتكلم انا والكابتن هشام ياكن، عشان الكابتن هشام ياكن عنده طموح يبقى مذيع واعلامي كبير ويستحق هذا، وبالتالي هو اللي هيقدم ضيفنا الاخر في هذه الفقره. كابتن هشام ازي الصحه؟ انت بتدبسني. انا بدبسك عشان قلت اجرب بس. انت اللي هتقدم ضيفنا. نجم مصر طبعا الكابتن عبد الجليل. كاميرا كابتن هشام. كاميرا فين؟ كاميرا معاك اهي. اوكي. عبد الجليل طبعا نجم نادي الاهلي ومنتخب مصر، من الناس الجميلة خلقا ولعبا وفنا. الحلقة خلصت بس كده بقى. حلو كده. شفت الديب بقى. شفت الديب لما يبقى صعب الحلقة خلصت. وعمل ولعب كورة وجاب جوان وشلت من قدامك كورة كانتش كورة شلتها من قدامي. كابتن عبد الجليل شرف ومنور. اخبارك ايه حبيبي؟ حبيبي كابتن هشام شرف ومنور. كابتن ماتش 2-0 ده رحت بالكورة راح انفراد خلاص. لمحت بطرف هشام جاي ايه من اخر الدنيا، لو شلتها كده هاخد بيلين بقى وراه. خفت منه. ده كان ممكن. خفت منه. كان هيقطم برجلي. لا عامل تاكلين كده. خلص الكوره في لحظه. وعبد الجليل لسه مورهاني دلوقتي. انا لازم اشيلها كده. طب رقصته قبل كده ولا بعد؟ كتير يا كابتن كتير. رقص بعد. لا اترقص بعد. انت هترقصني ازاي يعني؟ انت عبد الجليل. حلو الحوار بدا بمشكله. يا جماعه هنصفي دلوقتي. كابتن هشام، السوبر المصري الاهلي والزمالك، الزمالك والاهلي، كيف رايت هذه المباراه؟ شفتها ازاي؟ طبعا يعني اولا يعني طبعا بنبارك للنادي الاهلي طبعا، مبروك هارد لك النادي الزمالك والجماهير نادي الزمالك طبعا. المباراه كانت لما شفت التشكيل اتضايقت من وجود لاعب في نص الملعب بقاله ماتشين بيعمل مشاكل. زكريا الوردي.
زكريا الوردي. وده انا علقت في الموضوع ده في احدى البرامج، فبقول لهم يا جماعه وجود هذا اللاعب في مباراه زي دي في اهلي وزمالك ما ينفعش يبقى لعيب عصبي او بيخش جامد ابتدي بيه. ما ينفعش انزل بحد بيكون عنده حته العصبيه، والدليل على كده والانذار اخذ جرس انذار في الماتش اللي قبليه اللي هو اللي اتلعب قبل مع سيراميكا، اخذ انذار وكان هياخد طرد والراجل خرجه الشوط الثاني. فدي اول خطا. فلما بصيت في التشكيل، التشكيل كله تقريبا زي الفل معمول تمام الا زكريا الوردي، وده الخطا اللي حصل في المباراه وفي الشوط الاول واللي ادى الى احراز الهدف. انت عارف معنى ان فرقه من الفرقتين دول يجيب جون في الفريق الاخر، انت عارف كويس كتير جدا ان الفريق التاني بيبقى الضغط عصبيا يبتدي عبال ما يلم نفسه ويخش ويبقى فيه حته العصبيه بتظهر وهو الكلام من ده، فبتبان اثناء المباراه. فعشان كده دي الحاجه الثانيه اللي لخبطت الدنيا بعد كده هو خروج فتوح. فتوح كان تغييره، كان المفروض ان تغيير من خروجه كان لازم ينزل عبد الله جمعه. ما ينفعش افك الملعب وانا عندي لاعب اساسي مهم جدا مش موجود اللي هو بيبقى صمام امان اللي هو الونش. فانت الموجودين جوه الملعب اللعيبه النادي الاهلي عاليين برضه، يعني هجوم النادي الاهلي عاليين لعيبه كويسه، فمفروض انك انت شايل عنصر من العناصر الاساسيه، مفروض انك انت تنزل واحد بديله، تنزل يكون فيه اشول. ليه عمر جابر بيلعب ناحيه اليمين؟ ايه اللي يخليني اجيبه واخسره ونزلت سيد نيمار، سيد عبد الله نيمار، سيد عبد الله نزلته، فلما لعب هو ده مش مكانه، يعني مش 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 ده البوزيشن اللي بيلعب فيه، هو بيلعب لقدام شويه لكن مش ده البوزيشن بتاعه، ما عندوش الناحيه الدفاعيه القويه قوي اللي هو نقدر يشارك في الحته دي. فطبعا كانت تغييرتين غريبه الشكل بالنسبه في الملعب، فكان يجب عليه هو نزول عبد الله جمعه في الحته دي علشان يقوم بدور فتوح، لكن انت حطيت عمر جابر، وعمر جابر مش اشول مش طبيعته، فطبعا عدلته ناحيه اليمين، فانت خسرت الحته دي نمره واحد. تاني حاجه خسرت الناحيه التانيه، بقى عندك جابوا سرعات اكتر ابتدوا يستغلها النادي الاهلي في الحته دي، وكانت مشكله كبيره. نص الملعب طبعا كان الافضليه للنادي الاهلي نتيجه ان هو قدر يستحوذ على نص الملعب لوجود زكريا الوردي اللي هو ما كانش موفق في هذه المباراه بشكل كبير جدا، وكمان انا ما حسيتش برؤى يعني في المباراه نفسها، يعني ما حسيتش بوجوده، فحس ان كان في نص الملعب بيتاخد من نادي الزمالك، وده طبعا اللي اثر على نادي الزمالك الشوط الاول. عظيم. عامل ايه؟ توحشنا كده. مبسوط سعيد قوي، فرحان الاهلي كسب. فرحان الاهلي تماسك تاني. تماسكت، حلوه الجمله دي. تماسك تاني احنا مع بعض بقى لنا فتره بقول لك في تدريب، في حاجه كويسه طالعه، يعني صح. في باين نظام، روح، تكتيك، اللعيبه اللي ريحت رجعت 80 90% لمستواها منهم، يعني صح. في لسه 10% لسه ما رجعوش، انما كان باين الروح من اول دقيقه، الالتحامات كانت لصالح النادي الاهلي. دي مهمه قوي. هو الكابتن هشام اتكلم على زكريا الوردي، اتكلم على رؤى، كل ده كويس. انت بتلعب بثلاثه في نص الملعب في الزمالك، انت بتقابل اثنين حمدي والسولية، بالروح بتاعت حمدي والسولية والقوه بتاعتهم قدروا ان هم يستحوذوا على نص الملعب بعد 10 دقائق. كنت قلقان من غياب ديانج؟ شويه، بس انا عارف ان الثلاثه في مستوى واحد بامان، يعني عارف ان السولية لعيب كبير، حمدي فتحي قوي، وديانج اضافه قويه، بس احنا بقالنا فتره اي حد اتنين بيلعبوا منهم الثلاثه بدليل ان هو لما بيلعب ديانج والسولية بتمشي. ايه رايك في طاهر محمد طاهر؟ انا بقالي فتره بقول انا قسيت عليه كتير، وكلنا قسينا عليه بالظبط كلنا، فلازم نشيد بيه. نمره واحد في النادي الاهلي دلوقتي الراجل، مش نمره واحد فنيا او مقصر، لا، عند الراجل تكتيكيا الراجل بيعتمد عليه، وهو الولد ليه ادوار دفاعيه قويه جدا في نص الملعب وادوار هجوميه. يعني اللي عطل امام عاشور ومخلوش ظاهر خالص
مقابلة حمدي فتحي مع نزول طاهر معاه، ده لازم صح. فدي طاهر انا بقول له برافو، قدرت تطلع من الـ 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 المشاكل اللي كانت عندك، اللي هي ما كانش في كان تركيز، ما كانش في الكره ماشيه معاك شويه، مبسوط بيه جدا وهيبقى مكسب لمنتخب مصر كمان. مبسوط برده بكريم فؤاد عودته، واحنا كلنا كنت انا فاكر لما قعدت ارص لك ناس تمشي، محمود متولي وكريم وطاهر وصلاح محسن وكده، قلت لك الا اذا داسوا على نفسي صح. محمود متولي رجع، كريم فؤاد رجع، طاهر محمد طاهر رجع، نفسي حسين، حسين الشحات، ودي لو ما لحقش في خلال الشهر ده اول واحد هيبقى في الانتقالات الشتويه يمشي، ما فيهاش هزار. انت مش هتقعد تصبر عليه كتير، انت صبرت على ناس معينه، في ناس فاقت وفي ناس لسه مش عايزه تفوق. لازم يفوق شويه محمد شريف، لازم يشوف فوق شويه قفشه، الناس اللي احنا قاسينا عليهم قبل كده لا مكسرين الدنيا دلوقتي، الله اكبر عليهم. محمود متولي من احسن دلوقتي المساكين موجودين مع عبد المنعم، مع حسام عبد المجيد، مع الونش، الاربعه دولت ممتازين صح. يعني نتكلم اهلي وزمالك يعني صح. فالكور الثابته كمان بتاعت الراجل باينه، كل شويه كابتن تلاحظ كوره ثابته صح، انت واخد بالك تكتيك فيها، في تكتيك فيها مختلف يعني. في مباراه الزمالك لعب على الارض اكتر ما يلعب فوق، الناس متوقعه ان فوق لعب على الارض يعني، ده ذكاء انه انت لازم تفاجئ المنافس. مره ناحيه اليمين ومره واحده للسوليه ناحيه الشمال. بينوع، والميزه ان اللعيبه بتنفذ، اذا هو ليه كلمه. عارف انا لما اقعد اقول هو هنعمل كذا وترفع ايدك في الكورنر تعمل كده وكده على القريبه وكده على البعيده، الحاجات دي احنا عارفينها، لا بتتنفذ، اذا الراجل ده ليه بصمه صح. ليه كلمه صح. شديد من بره، شبه فايلر شويه، شبه فايلر شويه شويه كتير كمان. كتير. لسه مكملين مع حضراتكم هذا الحوار الممتع مع الكباتن الكبار كابتن هشام ياكن كابتن محمد عبد الجليل، بعد هذا الفاصل نواصل ان شاء الله. مكملين هذا الحوار الممتع مع الكابتن هشام ياكن كابتن محمد عبد الجليل. كابتن هشام، الناحيه الثانيه الزمالك عاده جوزوالدو فيريرا حتى لو بدا المباراه بشكل مش جيد الامور بتتعدل في الشوط الثاني، وده ما حصلش برضه في الزمالك في مباراه السوبر. اللي حصل ان الشوط الثاني عاده الزمالك بيعدل من اوضاعه، ما هو بيعدل من اوضاعه بس ما عدلش من اوضاعه في مباراه، هو ما عدلش، هو الماتش هرب منه كله. يعني الجيم كله غير، يعني التغييرات اللي حصلت ما كانتش سليمه، هو ما قدرش يسيطر على الحته دي. تاني حاجه يعني اللعيبه كانت جوه الملعب كمان ما كانتش موفقه. يعني كان الدي اوف بتاعها، بس هو ده زيزو بس اللي كان بيضيع فرص. هو زيزو ما ضيعش غير فرصتين، كان ممسوك كويس. ما هو زيزو يعني في فرص تانية اتفتكرها للزمالك. وبعد كده لا، انت في حاجه مهمه جدا، يعني انا النهارده المفروض فريق بقالي واخد دوري وكاس ودوري وعندي ثبات في الفرقه صح، في التشكيل، انا ايه اللي يخليني ان انا اغير في شكل التيم بتاعي، وان انا عشان عملت صفقات كتيره يبقى يجب عليك انك تغير من شكل التيم؟ ما ينفعش ان انا النهارده المفروض ماتش زي ده انت بتلعب وعندك لعيب اخد الدوري واخد كاس بيهم نفس المجموعه. يعني انت التغييرات اللي حصلت ايه؟ ان طارق حامد مشي، ان بن شرقي مشي، الناس دي كلها مشيت، وجبت انت صفقات تانية جديده مظبوط، مش على قد مستواه، مش على قد ال 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 المستوى بتاع اللي مشيوا. يعني شايف ان الصفقات اللي جت في نادي الزمالك دي مش، لا خلي بالك انت انت مش فاهم كلامي في الحته دي. اتفضل. انا طارق حامد ماشي وهو عالي، ماشي بن شرقي ماشي وهو عالي، هو كان جايين في الاول يا عاديين صح، يبقى انا النهارده مشيت واحد عالي قوي وجايب واحد لسه هيبتدي معايا. هيعلم انت فاهم؟ فانت لسه هتديله، هياخد لسه الروح. بس في اتنين لعيبه كانوا غايبين عن الزمالك في المباراه دي بسبب الاصابه، ناضاي وسامسون، الاتنين دول هيستفيد منهم الزمالك كويس قوي، كويسين جدا هيفرقوا. بص بس يعني مصابين، ما بالظبط. طيب هل الزمالك كان محتاج سترايكر كمان، مهاجم كمان؟ انت محتاج واحد تاني عامه، بس احنا يعني المسلوسي اسمه ده جزيري، سيف الدين الجزيري لعيب كويس وعنده امكانيات كويسه، وهو في الماتش اللي فات يعني ما خدش
المساعدات. ده مقصود انه حتى لما خرج في حد بيموله. لما سيف الجديني الجزيري خرج ما كانش في مهاجم ينزل مكانه. ما بالظبط، ما انا بقول لك التغييرات اللي حصلت تغييرات كلها كانت غير سليمه. هو الماتش جري من مستر فيريرا، اول ماتش اشوفه ملخبط. انت عارف ممكن يعمل الكلام ده مع فرق عاديه، لكن مع النادي الاهلي لا. ما ينفعش الاعب النادي الاهلي اللي هو النادي الاهلي عنده اوراق قويه برضه في نفس الوقت. ما ينفعش. لكن الانديه الثانيه بتبقى عندك في اماكن تقدر تشتغل عليها، في مساحات تقدر تشتغل عليها، في لعيبه ما عندهاش كفاءه عاليه انها تقوم بعمليه التخطيط، فانت تقدر تركب فلان وفلان وفلان من نادي الزمالك. لكن لما بتيجي النهارده بتلعب نادي الاهلي النهارده مثلا ناحيه الشمال، انت حاطط مثلا حاطط زيزو ناحيه الشمال او ناحيه اليمين، او انت بتلعب بفرود يعني مش ظاهر شويه يعني انت فاهم. فزيزو دوره مش واضح جوه الملعب، انا حاسس ان زيزو متكتف يعني في المباراه، وبعد كده بيتحرك جانبيا كتير جدا. فنادي الاهلي كان من اول لحظه نزل فيها الماتش وهو نازل عارف هو محدد نفسه عايز ايه. نادي الزمالك لعبته نازله مش محدده هي عايزه ايه، هي ما كانتش عارفه انها عايزه ايه. الطريقه ممكن تكون لخبطه شويه، اعداد اللاعب النفسي قبل المباراه. لعيبه نادي الاهلي متعدين كويس، عاملين معسكر، مركزين، رايحين ليهم هدف ان هم يكسبوا المباراه. لعيبه نادي الزمالك احنا شغالين، كنا في حته تانية خالص. النهارده وانت قاعد بتتكلم على مشاكل ما تنفعش ان احنا نتكلم فيها. انا متوجه الى التيشيرت ومتوجه الى المعرفش ايه في السوشيال ميديا ومين بتاع والكلام ده كل ده، وانا تركيزي مفروض جماهيريا، مفروض ان زمان الجماهير تشد حيلك يا نادي الزمالك، تشد حيلك يا اهلي مثلا، اللعيب انت ركز الماتش اللي جاي، انت مين هيلعب على مين، مين هيقفل على مين، مين النهارده التمرين عامله ازاي. النهارده اللعيبه بتاعت نادي الزمالك داخله المباراه قاعدين بيفكر ايه اللون اللي هنلبسه، ايه الدنيا اللي احنا هنشتغل عليها. الحاجات دي كلها خرجت طبعا لعيبه نادي الزمالك من الجيم تماما. صحيح. وانت لقيت نفسك نازل قدام فريق محتاج عطشان عايز يكسب. صح. خسران دوري مرتين وخسران كاس، فعايز يكسب اكيد طبعا. لازم الحافز عنده هيبقى اكبر، الحافز عنده اكبر. انت الحافز عنده، احنا اتكلمنا احنا ابطال، حتى التصريح بتاع مستر فيريرا ما كانش موفق فيه. يعني لما جه يتكلم وقال الحاجه دي احنا ما فيش حاجه اسمها رصيد، انا انا البطل، خلاص خلص الماتش، انتهى البطوله وانتهت في بطوله كمان، في بطوله تانية. مفهوم. شايل لك السؤال ده من يوم الجمعه. ايه قلت اول ما اشوفك ايه بقى برونو سافيو؟ الحمد لله على السلامة. رأيك إيه؟ رأيي قلت لك كذا مرة وأقوله لك تاني، لعيب كويس بس مش سوبر، يعني مش الناس. جون حلو، بص كاتيشن، جون جميل، جون جميل، جون حلو، وأنا قاعد عملتها معاه. يعني أنت كنت هتعملها كده برضه؟ لا، أنا جايب جون 93 في الإسماعيلي زيه بالظبط، فأنا عارف إنه هعملها كده. برازيلي، عايز ما أعملش دي؟ اعملها. انا دايما اقول برونو لعيب كويس، بيرسيتاو لعيب كويس، بس مش برضه مش الكواليتي اللي لو انا ما عنديش 3 4 فايقين هو اللي يكسبني. مش هيكسبني، يعني لازم يبقى في 3 4 تقال جنبيه. زي زيزو. زيزو لعيب كويس جدا، بس لو ما معهوش 2 3 ما يبانش، زي الماتش اللي فات ما يحركوهوش. يعني زيزو مش لعيب سوبر؟ انا بالنسبه لي لا، لعيب كويس. يعني شايف ان برونو سافيو مش لعيب سوبر؟ لا. وزيزو مش لعيب سوبر، وبيرسيتاو مش لعيب سوبر، بيرسيتاو مش لعيب سوبر. زيزو لعيب كويس، كويس جدا ومؤدي وتكتيكي، بس لازم يبقى معاه 2 3 مهاريين. شوف زيزو بيتالق امتى؟ لما شيكابالا بيلعب. شوف زيزو بيتالق امتى؟ لما امام عاشور بيتالق. تخيل نادي الزمالك ان زيزو وامام عاشور لما يتمسكوا مفيش نادي الزمالك. معلش لازم نتكلم كوره شويه. سيف الجزيري ما راحتلوش حاجه خالص. الاطراف مش حد عمله. ايوه، ما انا بقول لك عشان مش فايقين. الثلاثه بتوع نص الملعب او الاثنين رؤى والوردي مش بتوع كوره، بيقطعوا بس. فانت كده زيزو اتمسك ما عملش حاجه. امام اتمسك ما عملش حاجه. عمر جابر جبته ناحيه الشمال
وهو يا دوبك بيحك ناحيه اليمين وبيشتغل وبيعمل الاوفرات ماشي، انما الشمال مش عدلته خالص. ده بالنسبه للزمالك. فبرونو سافيو الايام بينا، هو لعيب كويس بس هتلاقيه في اوقات يخلص لك واحده كده كوره وبتاع، انما مش هيصنع لك فرص كتيره، مش هيبقى متالق قوي قوي زي ما في دماغنا. هرجع اقول لك كينو، هتقول لي كينو ب7 مليون دولار، خليهم 8 8 دلوقتي. هقول لك ما هو انا عشمان في واحد برازيلي ان شاء الله ب3 4 مليون برازيلي، فانه واحد برازيلي استنى منه لعبه في الماتش يبقى عادي. ايه الفرق بينه وبين قفشه؟ ما هو انت مش هتجيب نيمار برضه. لا انا النادي الاهلي هجيب نيمار وابو نيمار كمان. ازاي يعني؟ ايوه مش نيمار نيمار يعني، اجيب كابتن نادي الاهلي مش اجيب نيمار. لا ما انا اقصد ان البرازيلي، انا اقصد البرازيلي اللي في الليفل اللي انت عايزه ده هو مش يلعب هنا. بص يا كابتن، ليه يا كابتن؟ مش يلعب في الدوري المصري، ما هو اكيد هيلعب في اوروبا. بقول لك يا كابتن، لا في ناس في الهلال السعودي كويسين جدا. ما هو بيدفع فيهم كام برضه يا كابتن عبد؟ 7 و8 واكتر. طب ما ندفع فيهم برضه، واحنا بدل ما اجيب 5 صفقات ب 10 مليون اجيب صفقه، اجيب صفقه صفقتين تقال زي دول. هو ده. بص يا كابتن عبد الجليل، كابتن عبد الجليل، صفقات اللي بتيجي للانديه الكبيره زي الزمالك والاهلي صفقات لازم تكون من العيار الثقيل، وليس مجرد ان انا بملى حشو، انا بحشي يعني جايب بتاع وقاعد بحشي. ايمانويل لعيبه، ايمانويل لما جبناه كان لعيب مميز جدا، ما كانش سوبر ساعتها، عنده فارق سرعه في كل حاجه جوه الملعب، خفه وسرعه واداء ونظره وترقيص وكل حاجه، فجاي كان عامل فارق مستوى، فعشان كده اخدت سنتين. ده كابتن هشام، يا كابتن هشام الوضع زمان غير دلوقتي. ليه؟ هديك مثال. لا هديك مثال بلاش سيبك، مش هقول ايمانويل واوتاكا وفيليكس والناس دي كلها، ما كانش السوق في اوروبا بيخطف العالم ديت من القاره، كان احنا بنعرف نخطف لنا كام واحد. دلوقتي النوعيه اللي زي ايمانويل وفيليكس واوتاكا والنوعيه دي هي مش هتلحق تجي لك هنا، هتكون اتخطفت بره. كلام بصراحه يعني، ده تقصير مننا. لا في لعيبه، في لعيبه موجوده بره تقدر تجيب لك عنصر او عنصرين مع اللعيبه اللي موجوده معاك تشتغل بيهم، ممكن تجيب لاعب او اثنين. هتجيب لاعب، هتجيب يعني 17 18 سنه وتاخد بالريسك يعني؟ ممكن دلوقتي اروح اجيب افريقي، انا لاعب 18 سنه انا هروح اجيب لعيب افريقي ممكن يبقى ايمانويل بعد كده، بس لازم اجيبه عنده 17 18 سنه. لا مش هعرف اعمل، الاهلي مش هيقدر يعمل ريسك ولا الزمالك دي. ولا الزمالك فيليكس لما جالك كان 19 سنه او 18 سنه، بص ما لعبش غير ثاني سنه. انا ولا بفكر في الناشئين ولا بفكر، انا عندي تيم، التيم بتاعك في مفروض انك عندك قطاع الناشئين، قطاع الناشئين بيغذي فريق كل الانديه بتاعت مصر كلها. اوعى تفهمني اللي جاي من بره اعلى من اللي موجود عندك في النادي. انت لو اديت اللي في النادي، اللي في النادي هيعلى اعلى بكتير من اللي هيجي لك من بره. انت بتدي فرصه اللي جاي من بره. يعني انا النهارده طارق حامد لو النهارده ما جاش نادي الزمالك كنت هقدر اعمل 50 مليون طارق حامد. نادي الزمالك هقدر اطلع من الناشئين. انت فاهم ينفع تفتكر السؤال ده بعد الفاصل؟ قول ونكمل الحوار؟ ممكن خليك فاكره، ممكن مش هسالك عليه. لا انا هسالك عليه يعني دايما بتاع ده. انت ليه بتسال لوحدك كده؟ انا بس بحب اساله، هو اللي هيساله. اصل هو بيخش في رهانات انا مع بعض، هو ساعات بيكسب وانا ساعات بكسب، وما بس ما بنديش لبعض حاجه، ما بنديش لبعض بالحب كده، بالحب بالحب كده. لسه مكملين مع حضراتكم، مع حضراتكم بعد هذا الفاصل، نواصل ان شاء الله. رحنا الفاصل مع سؤال للكابتن محمد عبد الجليل، اتفضل يا كابتن محمد. الله يخليك. بس احنا بنتكلم على اللعيبه اللي بتيجي من بره. اللعيب اللي بيجي من محترف ده لازم يبقى سوبر قوي. يعني انا هسالك، بن شرقي حد دلوقتي عارف يسد فراغه شويه في الزمالك؟ حتى هذه اللحظه لا، بس ابراهيم انا ضاي ممكن يعني في المستقبل. ابراهيم ومصطفى شلبي. ومصطفى شلبي ممكن طبعا. بس برضه مش نفس كواليتي بن شرقي لما ختم في الزمالك. في الاهلي مين عندك في الاهلي دلوقتي السوبر اللي نقول عليه سوبر اللي بيكسبك؟ احمد عبد القادر مره ومره، برونو سافيو لسه ما رماش بياضه قوي، شادي حسين بيكافح. اذا لعيبه النادي الاهلي ما فيش اللعيب اللي هو او فلافيو زي ما انت قلت، فيليكس، عبد الله السعيد لما كان في الاهلي، وليد سليمان،
تريكا اللي هم الناس اللي كان عماد متعب اللي كان تيجي في ثانيتين يخلصوا لك الماتش. علي معلول ما يعملش فرق؟ كان زمان. يعني ايه كان زمان؟ يعني دلوقتي انت لو بصيت على الماتش علي ما طلعش طلعتين قدام زي زمان. يعني دلوقتي علي بيلعب بخبرته ما بيقدرش يعدي نص الملعب كتير، ودي بتبقى اوردر من المدرب لان هو بيلعب عليه سي شيكابالا لما نزل سعاد زيزو بينقل ناحيه اليمين فمثبتينه، انما هو بدنيا وذهنيا ومش زي الاول بدليل ان هو مش اساسي في منتخب تونس. ما يقدرش يديك الشغل اللي بيعمله من سنتين ثلاثه. علي كان احسن باك ليفت في افريقيا من سنتين ودي حقيقه، وتلك الايام ندورها بين الناس، مش حدش بيفضل في مكانه على طول. مش معنى كده ان علي وحش. ممكن اناقشك شويه في موضوع برونو سافيو ده؟ اتفضل. برونو سافيو شوف استلاماته للكوره، تمام، شوف الكوره لما بتخرج من رجله بتخرج ازاي، صح، شوف الفينش بتاعه، خد بالك الكوره اللي عملها قليل قوي. الكوره اللي عملها في الزمالك دي كان عنده 3 او 4 تصويبات في مباريات ماضيه كانت تصويبات مهمه جدا وخرجت بمسافه بسيطه، يعني عنده ميس باس قليل قوي، ميس باس قليل قوي، استلامه للكوره، تصرفه في الكوره. انا ممكن بقى اخدها بصيغه ثانيه، قول لي مين في الاهلي عنده نفس القدرات ديت بنفس الاداء ده اللي هو الاستلام الجيد، قفشه لما بيفوق، التمرير الجيد، قفشه لما بيفوق. انا ما حسيتش ان برونو بقى عالي قوي عن قفشه. قفشه لو فاق بس نص فوقانه بتاع زمان لا يبقى زيه. فانا عشان اجيب واحد لا، انا شايف ان برونو وليد سليمان كان قده 30 مره في الكوره، تختلف معايا؟ ما تختلفش معايا في دي؟ لا هو انا مش هختلف ولا مش هتفق. هقول لك السبب، هقول لك السبب. ان وليد سليمان لعيب عظيم وكبير، بس لسه برونو لسه احنا بنتكلم دلوقتي عنده كام سنه؟ لاعب واعد. يعني واحد ايه عنده 27 سنه؟ ما اقصدش مش لاعب واعد انه في العمر بتاع الكوره، واعد مع الاهلي ان هو بقى له 4 أو 5 ماتشات بيقدم مباريات بتقول انه غالبا الفتره الجايه هيبقى كويس. لكن مشوار طويل لوليد سليمان اقارنه ببرونو سافيو مش هيبقى عادل لبرونو سافيو طبعا. لا انا عشان اجيب لعيب محترف لازم يبقى من اول دقيقه حاطط رجله مكسر الدنيا. كابتن هشام عايز يقول حاجه. قول يا اتش. انا معاك في انا معاك مش عايز. يعني انا بتكلم في حته اللعيب اللي لازم يجي يمضي للزمالك والاهلي لازم يكون لعيب سوبر الاجنبي بالذات. يعني سيبك من المصري، يعني انت بتجيب جوه مصر، لكن اللاعب الاجنبي ده لازم يكون عالي، نمره واحد عالي. ما ينفعش اجيبه يقعد احتياطي، ما ينفعش يبقى عندي لعيب يقعد يبقى قاعد احتياطي. كان ليا مداخله بس انا بضحك. المذيع والمذيع بيقولوا لي ان برونو ممكن يطلع من الاهلي على اوروبا بعد كده. قلت لهم اوروبا ايه ده؟ هو لف على 17 نادي قبل ما يجي الاهلي. ما هو لو من سنتين ثلاثه كان طلع اوروبا من بره السعوديه نفسها او الهلال بالذات او النصر، لو هم اكيد متابعينه من زمان كانوا جابوه. بس هو مش زي اللي عندهم. هو لعيب كويس، بس انا قلت لك هو في البرازيل فرز تاني. اللعيبه تقف في البرازيل هناك تلعب على الشاطئ، هتقعد تتجنن على الشواطئ هناك. اللعيبه المستوى البدني والمهاري عندهم عالي جدا، بس هو هتلاقيه لعبه فيه تقل شويه. في لعيبه اللي هم بتوع الكره الخماسي يمشي في الحاجات دي، هو مش سبرنتر. لكن الشغل اللي فيه هارد وورك عالي جدا لازم يبقى فيه فوارق. هو الجون جابه ايه؟ ما هو ده من خطا دفاعي اتحط في منطقه الجزاء، مفيش يعني اسهل من كده. الكره قصدك في 3 4 متر كده، يعني مش عمل سبرنت في 3 4 متر بالظبط، ما عملش سبرنت بالكوره وجري ومثلا استخلص من اكتر من واحد وراح وعمل جون. الفوارق دي لازم يكون لعيب كابتن هشام مختلف. انا عايزك تطلع انت منها بقى في تطلع منها في الحته اللي هتحصل دلوقتي ده. الرهان قائم قائم جدا هيطلع لعيب سوبر يا رب. احنا تراهنا على بيرسي تاو. ايوه. وايه 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 اللي ايه اللي بيرسي تاو ادك ايه؟ قال لي ايه اللي ايه اللي ايه صحيح ما بيرسي تاو لسه اهو عمالين نزق فيه، وانا برضو بدعمه لانه تأيد وهيلعب. صحيح. فانا هدعمه. صحيح. برونو هفضل ادعمه، بس هرجع اقول لك مش سوبر. لما يكسبني 5 6 ماتشات يبقى هو مان اوف ذا ماتش كل ماتش، اجي اقول لك تعظيم سلام. صحيح. كابتن عبد الجليل شرفت ونورت. شكرا يا كابتن. كابتن هشام شرفت ونورت كالعاده. شرفتني. هو مذيع بس هو مذيع هو عايز يجرب يبقى مذيع. خلاص نورت يا كابتن هشام. شرفت كالعاده. ده كان ختام حلقتنا النهارده من رقم 10. يا رب تكونوا استمتعتوا معانا. اشوفكم يا رب على الف خير.